من إدارة قناة محطة مباشر بطرح جميع القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأن نطرح كل يوم فيه موضوع عن هذه المشكلات اللي تهم المواطن والمقيم في بلدنا الحبيب الكويت. بلا شك مشاهدينا الكرام أن الكويت تعيش على صفيح ساخن، والكثير من الأزمات التي تشهدها الساحة السياسية في الكويت الآن، منها تهديدات والتصريحات النارية التي تطلقها الجارة العراق على مشروع ميناء مبارك، وكذلك أزمة القبول والطلبة في جامعة الكويت، وكذلك أثر أزمة الديون الأمريكية والأوروبية على الاقتصاد الكويتي ومشكلاته في المستقبل. مشاهدينا الكرام، دعونا نبحر في هذه الأسئلة الكثيرة ونطرح العديد من القضايا مع ضيفنا وضيفكم النائب الفاضل الدكتور فيصل المسلم. حياك الله دكتور أبو عبد الله، وسعيدين جدا بلقائنا معك في قناة مباشر. وأنا أسعد، والله يوفقنا وياكم لما يحب يا الله. حياك الله. بداية أبو عبد الله، راح يكون محور حديثنا من حلقة اليوم عن ميناء مبارك ومشروع هذا الميناء. بلا شك دكتور، أنت شهدت التصريحات الهجومية من الجانب العراقي على إنشاء هذا المشروع، إيش رأيك بهذه التصريحات؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أحييكم ويا مرحبا فيكم، وأحيي من خلال شاشتكم كل أهل الكويت وكل من يشاهدنا، ونجدد أيضا لهم المباركة في هذا الشهر الكريم، وخاصة ونحن لليلة يعني على أبواب العشر الأواخر، فنسأل الله عز وجل منا جميعا القبول والتوفيق. أنا أعتقد فيما يتعلق بالعراق أن الحديث يطول جدا، وكم يعني نردد دائما كم بودنا أن نتكلم عن نواحي إيجابية بين الكويت وبين العراق، لكن مع الأسف يعني قدرنا، وخاصة في الواقع التاريخي فيما مضى سنوات أو العشرات السنين الأخيرة، أو حتى واقعنا في المستقبل المنظور، إن مع هذا الجار ومع بعض يعني ليس مع الشعب إنما مع المجمل العام، وخاصة من يدير شؤونه، هو واقع الألم والمعاناة. أنا أعتقد أن يعني الكويت دائما دولة مسالمة، دولة صغيرة، شعبها محب للعرب والمسلمين، محب للخير، وأفعاله تشهد بذلك. لكن مع الأسف مع العراق هناك واقع تاريخي لابد من ذكره، لا يمكن تجاوزه. هناك تاريخ شوه من أيام الملك غازي، يعني كان العراق ملكية ثم تغير إلى جمهورية على أيام عبد الكريم قاسم، ثم على أيام حزب البعث الفاجر أيام صدام حسين، ثم الآن مع العصابات اللي تحكم العراق، وواقع المطالبات، وواقع هناك تشويه تاريخي استند عليه البعض السياسيين أو معظم السياسيين اللي حكموا العراق، فصدروا مشاكلهم إلى الخارج. أصغر جيرانهم ومن يرونه الأغنى والأضعف قد يكون في تقديرهم هو الكويت، فيصدروا له دائما مشاكلهم، فبنوا عليه أحقاد، ثم أراد أن يستغلها السياسيين، وبالذات اليوم يعني يدخل معطى جديد في العلاقة بيننا وبين العراق، وهو أن من يحكم العراق اليوم هي عصابات إيرانية في مجملها، دخل إلى تدخل إيران، ما في كلام. يعني الآن البعد الإيراني في قضية تفجير، خص التفجير الأخير، العلاقات بين الكويت والعراق، هو العنصر الإيراني، كما هو أيضا له دور في قضية الواقع السوري وموقف إيران في دعم النظام في سوريا. أنا أقول أن هناك ليس لم يعد الأمر تصريحات، هناك قصف إلى سفارة الكويت، هناك اليوم تهديدات وتحريك لبعض اللي لا يمكن يتحركون تلقائيا، شخوص ودعوات شباب للتغيير ومشا وحشد مظاهرات وكسر الأنبوب الحاجز بين الكويت واعتداء على الحدود وتهديد بالاعتداء على الميناء وتهديد. لذلك أنا أعتقد أن مثل هذا الأمر محزن ولا بد يعني أن نقوله بصراحة، أن لا نتوقع حلول سريعة في هذا الاتجاه أو إنصاف من قبل حكومات العراق. نعم دكتور، لماذا هذا التخوف من الجانب العراقي في بناء الميناء؟ يعني ما هو الأمر؟ هل هو تربص مثلا في شأن يخدم مصالح بلدنا الكويت، أو له أبعاد أخرى مثلا؟ هو المشكلة أن يعني اللي ظهر لنا الآن هو قضية فقط أن العراق يزعم أنه متضرر من إنشاء هذا الميناء، وأنه يطالب بالبداية كانوا يطالبون بعدم إقامته، هذا ظاهر، لكن هناك خفايا أخرى. خلني أقول لك بات بعدم البناء، وأنا أعتقد أن مطالب لا أخلاقية فضلا عنها غير قانونية غير دستورية. نحن بلد مستقل
ويريد أن يطور من قدراته وإمكانياته وينشئ ميناء على أرضه ذو سيادة، بلد مستغل ذو سيادة ينشئ ميناء على أرضه، وبالتالي مثل ما قلت الطلب لا أخلاقي فضلا عنه غير دستوري وغير قانوني ولا يتفق لا مع منطق ولا مع عقل ولا مع شرائع. هذا أمر. الأمر الآخر أن البعض يعني تعود على قضية أن يريد ابتزاز في السلطة، ولذلك تعودوا على قضية أن كل ما تهدد كل ما تعطى، وهذا أمر يجب أن يقف. هل هذا واقع؟ أنا أقول بغض النظر أن محاولة الترضيات ومحاولة الخضوع لبعض هالابتزازات أيا يكن نوع الاستجابة لها يجب أن يقف. هؤلاء لن يفهموا إلا لغة الصلابة والشدة والموقف الصلب، لذلك لا يمكن أن نقبل من الحكومة أو من أي كان أن يجعل القرار الكويتي رهين لرغبات أطراف في العراق أو حكومة العراق. لذلك هذا ليس فقط انتقاص لسيادة الكويت وهو أمر مرفوض، بل إن إهانة لكرامة أهل الكويت، بل إن أضرار بالمصالح الاقتصادية للكويت، غير صحيح إطلاقا أن يضر بالعراق. هذه وجهة نظرنا على الأقل. هل هو تدخل في السياسة الكويتية؟ ما في كلام أنه تدخل. لما دولة تطلب من دولة لا تنشئ ولا سنهدد. فلذلك اكتشفنا اليوم احنا نفهم اللغة الدبلوماسية ونفهم أن يكون هناك لغة تواصل مع الجيران، وهذا مطلوب. تواصل ولغة، لكن فرق بين الدبلوماسية وفرق بين الضعف والخضوع. لذلك كان هناك زيارات من قبل أطراف عراقية وكان هناك تشاور، لأن بالأخير الميناء لن يخدم الكويت لحالها، بل زعموا أنهم لن يستفيدون ويضرهم، وهم أكذب الكاذبين. العراق سيكون مستفيد بشكل رئيسي، لذلك هناك البعض يريد الاستفادة له كاملة لأنه يريد إنشاء ميناء على الضفة العراقية مقابلة. حنا نقول أن الميناء لما ينشأ وين بتروح بضايعة؟ يعني هو الكويت في شمال الخليج، لكن لن تصل إلى تركيا، هو على أساس تواصل التجارة. ستصل إلى الشام ومن ثم العالم العربي، إلى تركيا ومن ثم إلى أوروبا أو أوسط آسيا، وإلى إلا من خلال العراق. فكل بضاعة ستصل إلى هذا الموقع ستنتقل من خلال الأراضي العراقية، السفن العراقية، الشاحنات العراقية، القاطرات العراقية، لذلك هي مستفيدة بشكل أساسي. أنا لذا كان هناك، وأنا أعتقد يعني تصريح محمد الصباح لما قال أن المالكي كان على علم، وهذا يدلك أن المعطى الجديد في إثارة هذا الموضوع، وهذا الكلام كان من شهر مايو الماضي، أن كان هناك مثل ما قلنا تبادل رأي وكذا، لكن المعطى الجديد هو قضية الاختناق أو تضييق الساحة السياسية والعالمية على إيران والوضع في سوريا، فلذلك أراد افتعال مشكلة مع الكويت. لذلك تحريك الأدوات الإيرانية وخاصة من في السلطة وخاصة المالكي وحزبه هي هدف من هذه الإثارة، يراد منها صرف النظر عن إيران، وإيران رأس الشر كما أقول دائما. إيران اليوم اللي تعلن نهارا جهارا على لسان أكابر مسؤوليها، بدءا من رئيس الدولة، تهديدات لدول الخليج ولأمنها وأمانها، ثم الآن تحرك بعض يعني أتباعها وخاصة في العراق للإضرار ولصرف الصورة. فلذلك أنا أقول إيران بشبكات تجسس بالخلايا اللي صحت وليس النائمة الآن، أنا أعتقد أنها تمارس مثل هذا الدور. لذلك اليوم في وفود تزور الكويت للإطلاع، حنا بالأخير نقول للحكومة الكويتية كان موقفها في البداية ضعيف، بالأواخر الأيام بعد يعني التشاور وبعد الضغوط وبعد بيان الرأي الشعبي والنيابي بدأ الموقف الكويتي يتحسن تدريجيا، وبدأ يظهر فيه نوع من الشدة والقوة، ونطالب بالمزيد. ولذلك رسالة القوات الكويتية على الأراضي الكويتية لحماية مصالح الكويت مطلوب، حنا نطالب بالتريث، نطالب بالحكمة بالعقل، نعم، لكن لن نقبل أن يتجاوز أحد ويتطاول على أراضي كويتية ولا على ممتلكات كويتية ولا يهدد مواطن كويتي أو مقيم فيها، ولا يكون الحكومة موقف صلب شديد تجاه، لأن الضعف أمام هؤلاء هو زيادة الطمع من قبلهم. نعم دكتور، تعليقك على تهديدات الحكومة العراقية بالذهاب إلى التحكيم الدولي في حال إصرار الكويت على المضي قدما في إنشاء هذا المشروع. شوف أنا أقول الكويت من حقها تقيم ميناءها على أراضيها، ومن حقهم أن يحتكمون، ما عندنا مشكلة.
الذهاب إلى المحاكم الدولية أو الأمم المتحدة لما تقول الحكومة العراقية، هذا أمر، هذه قنوات قانونية وقنوات دولية محترمة ونقبلها ومطالب شرعية ومن حقهم، لكن أن يخرج نائب ويهدد الكويت أو أن بعض الميليشيات تهدد بتفجير الكويت وبعض الميليشيات تعتدي على السفارة ومن فيها، والبعض الآن يجمع المظاهرات ويريد يخترق الحدود، يعبر عن رأيه في أرضه في بلده كيفه، لكن أن يتطاول على الكويت، لذلك هذا كله مرفوض وغير مقبول. ولذلك أنا أقول اليوم أن ما حصل أمس بالذات بتحريك مظاهرات وخلع الأنبوب على الحدود يتطلب من الكويت أن يكون موقف أكثر صلب. أنا أعجب أن حين شنو استفدنا حين والله اليوم الحكيم في الكويت ويقابل من سمو الأمير حفظه الله إلى كل المسؤولين، العلاوي قبل أيام بالكويت، المالكي في الكويت قبل أيام، والوفود العراقية وزراء الحجر، والمساعدات والعطايا الكويتية اللي صرفها المؤمن في جنوب العراق ما أشوفها جابت فائدتها اليوم. اليوم التهديدات من هالميليشيات ومن هالزعماء قبائل ما شاب، واللي لا يمكن لا يستغفلوننا. الشعب الكويتي ذكي وفاهم أن هؤلاء يتحركون من غير موافقة ومن غير دعم حكومي، أن يصل الأمر يقولون أن إحنا والله الميليشيات هي اللي تهاجم إحنا. دورك كحكومة عراقية اليوم والخطاب يجب أن يكون صلبا شديدا تجاه المالكي تحديدا من قبل الحكومة الكويتية، أن يجب أن يوقفهم، بل أنهم يقومون بجرائم علنا بتهديد دولة، بتهديد دولة بالاعتداء عليها، وينهم في منعهم، وينهم في القبض عليهم. لذلك أنا أعتقد أن مثل هذا الأمر استخفاف وانتقاص لسيادة الكويت وإهانة لكرامة أهلها لا ينبغي أن يقبل. ولذلك أنا أتمنى على الحكومة الكويتية وطالبنا من قبل، أنا كنت من المعارضين لتبادل التمثيل الدبلوماسي، وشوف المصادفة أن بعد التمثيل الدبلوماسي زادت تهديدات العراق لم تخف. هذا السفير القابع في مبنى السفارة بالكويت لم يزيد العلاقات إلا سوءا، ولذلك مؤلم أن تقصف السفارة ويقول وزير الخارجية أن استدعينا حنا موظفيننا على أساس يقضون رمضان. نعم، إيش تقول محمد الصبا؟ كان المفروض أن وبالذات بعد الأحداث الأخيرة أن يطلب من السفير العراقي أن يغادر. هذا مطلب. أنا هذا رأي من زمان. بل الآن المفترض لا يرجع السفير الكويتي علي المؤمن إلا بعد انتهاء هذه الأمور برؤية واضحة. حنا ما حنا الطوفة الهبيطة. ويجب أن يفهم الشعب العراقي ترى مدرك البعض التجاوزات على الأقل القطاع فيه مدرك البعض التجاوزات من قبل الحكومة العراقية والابتزاز. والعمالة الإيرانية الواضحة في تصرفاتهم داخل العراق فضلا عن خارجه. لذلك أنا أقول حكومة الكويت من خلال ممارساتها على مدى السنوات اللي ما بعد خلع صدام، ما بعد خلع صدام، والكل يعرف دور الكويت في خلع صدام، أن كانت مع الأسف تمارس دور الضعف. اليوم نشعر بتغير بالموقف من قبل وزير الخارجية، من قبل وزير الدفاع، لكن نحن نطالب الحكومة ككل ونحن معها في هذا الملف موقف واحد. لا يمكن أن نقبل الضعف. ولذلك كنا نطالب قديما بأن تفعيل ملف الديون العراقية وليس التعويضات. الديون المباشرة من أموال أهل الكويت اللي أعطيت للعراق يجب أن تطلب عدم مطالبة الحكومة الكويتية فيها اليوم تبديد المال العام الكويتي. والقانون حماية الأموال يجرم من يبدد المال. الحكومة ليس فقط تبدد المال داخل الكويت والميزانيات، بل هي الآن مبددة لعشرات المليارات الكويتية من أموال الكويت، من حر أموال الكويت اللي أعطيت مباشرة باليد إلى العراق، ولم تطالب فيها، بل لا توجد آلية إلى الآن مطالبة. وجهنا إلى رئيس الوزراء. هذا الضعف يجب أن يقف، يجب أن يكون أن العلاقات الدولية تقام على حسن الجوار، نعم، لكن أيضا على التكافؤ، على التكافؤ. فأي ضعف، خصوصا مرة أخرى أقول أن النظام في العراق هو عبارة عن عصابات إيرانية تحكم، تستقل تشويه تاريخي بني عليه بعض الأحقاد بسبب تشويه الصورة، فلذلك تريد أن تستثمر من وقت لآخر، ولذلك لا يؤمنون. على المدى المنظور لا يؤمنون، وواهم من يظن أنه يستطيع كسبهم أو إغناءهم أو حتى شرائهم. نعم دكتور، خلنا نعرج على ما يسمى بالتهديدات حزب البعث العراقي. في حال تنفيذ هذا المشروع، يعني تنفذ نهاجم، ايش رايك بمدى جديه هذه التهديدات؟ شوف، اولا يعني مره اخرى هذا يدلك على انها عصابات. وتتبادل ادوار، او كل مثلا كل كتله تعيش تتبادل ادوار مثلا تتبادل ادوار مع الاسف وتكمل بعضها البعض. كيف يجرؤ مثل هذا الحزب ان يقول مثل هذا الكلام؟ العراق ليس محكومه بدوله، اليس دوله قانون؟ حزب يهدد بان يقصف الكويت بصواريخ، ولا شفنا ان الحكومه العراقيه تستنكر او تقبض او تحقق او، هل هذا الصمت الحكومة العراقية يدل على شيء؟ يدل على الموافقة، يدل على التنسيق مثلاً. يدل على التنسيق، يدل على إرادة استثمار مثل هذا الموقف. يظنون أن الكويت
النظام العراقي وعلى رأس صدام وحزب البعث وجيشه، ولذلك الضعف الكويتي يبدو يعني يبين للعراق أو يستبين العراق من خلال الآن. لا والله مو لغزو العراق، لغزو الصدامي، هذا واقع غزو عراقي للكويت واحتلال، يجب أن يكرس في المناهج ويجب أن يكرس في الذهنية بدون حقد على الشعب العراقي. نعم، ما يسمى الغزو لذلك الصدامي. لذلك حنا نقول اليوم أن يجب أن موقفنا واحد كان، لا فرق بين الكويتين جميعا، بدو وحضر وسنة وشيعة وأغنياء وفقراء وكل مناطقها، وحدة واحدة تجاه هذا الغازي. اليوم يجب أن يكون الموقف أيضا واحدا تجاه هؤلاء وأطماعهم. أنا يؤلمني أن لما كان بعض التهديدات من بعض العراقيين لم نرى ردة فعل. احنا كلنا نعرف أن في حزب الله في كل دول العربية وفي حزب الله في الكويت مثلا، فوين وين وين استنكاره لمثل هذا الأمر؟ وين موقفه؟ وين موقف بعض الإعلام اللي الآن يهاجم السعودية مثلا أو يهاجم البحرين ولا يهاجم؟ أنا بالأخير أقول مواقف قديمة لأهل الكويت الحقيقيين من كل الفئات من كل الطوائف كانت موقف أهل الكويت. نعم. اليوم الطارئ في العملية الإعلامية أو السياسية هو اللي تشوفه اليوم، هذه الأمور لا تهمه. ولذلك أنا أعتقد أن في ملف العراق خلاصة الكلام أن لن يفهم هؤلاء مع الأسف إلا لغة الصلابة والشدة، ونحن أصحاب حق ولا نرضى من حكومة الكويت التجنيد، وفي نفس الوقت لن نرضى من الحكومة أن تخضع لابتزاز أو أن تهدر كرامة الكويت أو أن يعني تتنازل عن أي سيادة كويتية، لأن هذا مجرم وفقا لقناعات وفق النصوص الدستورية. لكن بالأخير دعوتي أن كل أهل الكويت موقفا صلبا واحدا تجاه أي أطماع تهدده من الخارج. نعم دكتور، في نهاية هذا المحور نأخذ آخر سؤال عن التهديدات النيابية العراقية. شفنا في السابع الماضية بعض النواب العراقيين يقومون بتهديد الكويت في حالة إنشاء هذا الميناء، وهذه طبعا التصريحات تأجيج للأوضاع بين البلدين. ايش رأيك بهالكلام؟ شوف أخي الكريم، أنا هذا سؤال جميل، لكن دعني أقول لأهل العراق جوابي. نعم. ولكل مشاهد عربي يشاهدنا، هل شفتم مرة واحدة أن الكويتيين سواء نوابا أو سواء شعبا أو حتى حكومة تعتدي على العراق، تبادر بالاعتداء؟ كل ردودنا في الكويت هي ردة فعل على ما يقوم فيه العراق. نعم. هي ردة فعل على ما يقوم فيه العراق. العراق بمفهوم أن الحكومة أو العراقية. من يتطاول. نعم. ليس الشعب العراقي. لذلك حنا ردود أفعالنا كنواب على هؤلاء الذين يتطاولون. ولذلك هذا النائب، يعني أنا أسجل تقديري لقبيلة شمر. نعم. كون قبيلة نحترمها ونقدرها ولا بينت تحفظها على موقفه وتبرؤها. نعم. من موقفه. نعم. ونقول له ولأمثاله، يعني تعجز ويعجز أكبر منك على أنه يمس اليوم الكويت، ولذلك من مس الكويت ومن كان أمثالك طريد تحته ما استطاع بفضل من الله عز وجل. نعم. ونصرته أن يستمر في احتلال الكويت ولاقى من أهل الكويت كل رفض وكل شموخ إلى أن تحررت الأرض بفضل من الله عز وجل ثم أفعال أهلها ومساندة كل شريف وحر. لذلك حنا نقول حنا بالأخير هذه نتمنى يعني أن لا تكن، لكن إن كانت فلن نقبلها ولن نرضاها ولن نخضع لها. ويعني أعجبني اليوم في جريدة عالم اليوم تصريح جميل أو في تعليق زغالة في تعليق يقول العراقيين شبعونا شتائم وشبعناهم غبقات. ما يحتاج اليوم الغبقات، رئيس الوزراء يقيم الغبقات لكل مسؤول عراقي، والنتيجة أن داخل العراق المسؤولين العراقيين ضربا في الكويت واتهاما. ولذلك على الأقل نقول مرة أخرى حتى أكون منصفا أن الحكومة في اليومين الأخيرين أو في الأيام الأخيرة بدأت تتخذ موقفا أكثر صلابة. نعم. وهو ما نؤيده. نعم دكتور، احنا نتمنى دائما استقرار بلدنا الحبيب الكويت ويكون هناك موقف حازم تجاه التهديدات العراقية. خلنا ننتقل معاك دكتور إلى محور اليوم، هو محور سوريا. أنت شايف الأوضاع والأحداث والربيع العربي اللي مر في الدول العربية. سؤال تقليدي قد يتبادر إلى ذهن أبسط مواطن، سوريا بلد شقيق وما يحدث فيه هو داخلي وشأن داخلي، لماذا نتخذ نحن موقف معادي للحكومة السورية؟ شوف أخي الكريم، أولا يقول الله عز وجل إنما المؤمنون أخوة. نعم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله ولا يخذله. لذلك لا، ليس بصحيحنا الأمر شأن داخلي.
لو كان الأمر بسيطا وشأن داخلي لقلنا، لكن لما يصل الأمر إلى أن مجرم يقتل شعبه وأن مسلمين تزهق أرواحهم وتغتصب حرائرهم وتشرد ضعفائهم، لا يمكن أن يكون شأن داخلي. ولو قبلنا بها مثل هذا المفهوم لكان كثيرا يحتجون فيه علينا لما غزانا صدام حسين الفاجر وحزبه وبعثه وجيشه. كان يقول هذا شأن داخلي بين العراق والكويت، هذه قضية ثنائية بين العراق والكويت، لا نقبل التدخل ونرفضه. لذلك لا كنا في ذيك الأيام ننتظر نصرة أي ناصر حتى لو كان بسيطا، فما بالك كنا نطلب النصرة من بعد الله عز وجل، من حكومات ومن رؤساء وملوك. لذلك أنا أقول هذا الأمر لم يعد شأنا داخليا، وبالتالي هو حق لإخواننا في سوريا، على كل مسلم وعلى كل عربي أن يناصرهم، وعلى كل حر أن يناصرهم ضد هذا الظلم وضد هذا الجبروت والطغيان اللي مع الأسف البعض حاول أن يتستر عليه، أو النظام السوري حاول أن يتستر عليه وأن يزعم الأكاذيب بأنها ميليشيات أو أنها قطاع طرق، وحاول البعض من أتباعه ومن مؤيديه وحتى بعضهم بالكويت مع الأسف بتشويه الصورة بمثل هذا الأمر، لكن اليوم أصبح واضحا مدركا على الإعلام بهذا العصر التقني والتكنولوجيا، عصر التقنيات والتكنولوجيات، تشوف اليوم يوميا الشراط اللي تحصل في سوريا في نفس اللحظة في نفس الأحداث، فلذلك لم يعد شأنا داخليا. نعم دكتور، رأيك بالتحرك الكويتي تجاه الأحداث في سوريا، ايش رأيك في التحرك؟ شوف يعني خلينا نفرق بين أمرين، في تحرك شعبي وبالذات مثله النواب، وفي تحرك حكومي. خلينا نتكلم عن الجانب الحكومي بالبداية. أفضل لو سمحت لي أني لأن بدأ الشعبي قبل الحكومة، نبدأ بالشعبي. الشعبي موقف يسجل يعني وسطره وقدر الأخوان السوريين، يسجل الشعب الكويتي ونوابهم بموقف رائع، يبقى أن وفقا لقدراتنا لو ودنا بشيء أكثر نشعر بالتقصير، نشعر بالمعاناة والألم، لكن البرلمان الكويتي 28 نائب قبل أكثر من 3 شهور سطروا مطالبة للحكومة الكويتية تطالبها بموقف تجاه الأخذ على يد النظام في تقتيله، وأيضا بطرد السفير وسحب السفير الكويتي. 28 نائب وقعوا هذه المطالبة. الموقف الشعبي تراه في كل مكان، في كل وسائل الإعلام، في المنتديات الخاصة، في من خلال ظهرات والخروج والتأييد. لذلك أنا أعتقد الموقف أيضا النيابي، الموقف المثقفين العلماء الدعاء، موقفهم كان في الكويت على مستوى العالم العربي مشرف. الإسلامي ريادي. نعم. وإن كان مثل ما قلت أن بودنا شيء أكثر. أما بالنسبة للموقف الرسمي فأنا أعتقد أن الحكومة الكويتية أيضا مع الأسف تخلفت في هذا الجانب، ولم تكن على قدر يعني أو معبرة عن حقيقة واقع الشعب الكويتي، وتأخرت كثيرا جدا، وبل بالعكس اتخذت في وقت من الأوقات بعض الإجراءات السيئة. مثل أنا أقول لك مثل أن يزور وفد اقتصادي للنظام السوري وهو في عمق الضرب الكويتيين، مثل أن يخرج قرض من الصندوق العربي للتنمية والكويت أحد المساهمين فيه وهي دولة المقر، أن يخرج قرض إلى النظام السوري ب30 مليون كان مفترض تسجل تحفظه وترفض، أن يخرج مثلا إيقاف للخطباء المساجد اللي يعني انتصروا للشعب السوري ودافعوا عن الحق وانتصروا للحق وانتصروا لله عز وجل، أن يخرج إيقاف في مثل هذا الأمر، أن مع الأسف أن الحكومة يعني لم تستجب للمطالبات النيابية والشعبية بطرد السفير والضغط على النظام السوري، إلى أن وصل الأمر يعني متأخرا. نعم الحكومة الكويتية سجلت في اللحظات في الأيام الأخيرة على الأقل، بعد أن وصل السيف يعني إلى معظم الشعب يعني. وصل نعم وصل السيل إلى الزبا يعني وصل إلى معظم الشعب السوري. نعم. إلى أن رفعوا لافتات تخاطب العالم وكله أن صمتكم قتلنا، أن النظام استقل هذا الصمت فقتل. نعم. الشعب. لذلك تحركت الحكومة الكويتية بعد الضغط أيضا من قبل الشارع السياسي في الكويت، ومن قبل أيضا هناك كان يعني موقف لافت للملك عبد الله بقضية الضغط على النظام السوري. نعم. وسحب السفير، فكان موقف منسجما أيضا للكويت في هذا الاتجاه هو البحرين. لكني أقول وبصراحة أن الحكومة الكويتية وصلت إلى هذا متأخرة، يبقى أن هذا غير كافي، غير كافي جدا وبعيد عن تطلعات الشعوب. هذا شو المطلوب دكتور؟ أنا أقول أنا بالأخير كنا نتمنى الحكومة الكويتية الآن أن يعني أن
مو الحكومة الكويتية، أنا دعيت مجلس التعاون أن يأخذ هذه المبادرة الربيع العربي بأن ينتصر للشعوب وأن يصحح المفاهيم عند الشعوب، وأن مجلس التعاون الخليجي هو 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 المؤهل لقيادة هذه المرحلة يعني مناصرة الشعوب والانتصار للحق وانتصار المبادئ وكسبها، يعني كسبها لأن هي تستحق أن تناصر أهم من مناصرة أنظمة أو أفراد في هذه الأنظمة. لذلك أنا أعتقد اليوم أن الموقف العربي بعموم أو أن مجازر سوريا، أحطها لك بهذه الصورة، مجازر النظام البعثي، مجازر نظام الأسد، مجازر بشار الأسد وشبيحته وجيشه وبعثه، هذا البعث في سوريا كشفت حقيقة ضعف النظام العربي القائم والأنظمة الرسمية، وأنها بعيدة عن القدرة على اتخاذ القرار المنفرد والقيادة والريادة. لذلك كان الموقف في ليبيا أوروبي وأمريكي، سارعت في اتخاذ موقف قوي وأموال ونصرة جيش وإرسال قوات في مصر. لذلك اليوم الموقف العربي متأخر جدا وبدأ وأقل مما ينبغي حتى في التصاريح. يا أخي اليوم هي مسرحية الغربية كانت يريدون النظام السوري واضح، لكن إصرار الشعب السوري فرض واقع، ومحاسبة الشعوب في دولهم فرضت أيضا استكملت هذا الواقع. فصدرت اليوم تصاريح من أمريكا والدول الأوروبية بمقاطعة النظام السوري، بالضغط عليه، بمطالبته بالتنحي، بسحب سفراءها، بتجميد أرصدته. وينكم أنتم في العالم العربي إلى اليوم؟ حتى يعني لا يوجد حكومة عربية إلى اليوم تقول أيؤتمن مجرم، أيؤتمن مجرم يقتل أهله؟ ألا زال لكم نظرة في أن هذا المجرم ممكن أن يراعى وممكن أن يكسب للمستقبل؟ نعم، هو في إصلاح. هل ممكن حتى على مستوى مصالح الدنيا؟ نعم. اليوم المفترض أن الحكومات العربية، وأنا طالب حكومة دولة الكويت باسم الشعب الكويتي، أن تعلن اليوم أن على بشار أن يتنحى، أن تعلن تجميد العلاقات، سحب السفير، أن تعلن سحب طرد السفير السوري. نعم. تطلب أن تجمد القروض. نعم. المسألة تحتاج إلى موقف، ولذلك أن تعلن تأييدها لتركيا وأن تنسق، بل أدعوهم إلى المطالبة. نعم، إحنا قوات كعسكرية وكتدخل عسكري قد نكون لا نملك هذه القدرات، لكن تمويلها، دعمها، الضغط لقيامها إذا يستمر بهذا التقتيل. يزعم مرارا وتكرارا ووعودا للأمم المتحدة أو للبعض السياسيين بأن سيوقف القتل، ولا زال القتل مستمرا. فهذه في أرقابكم، لأنها دماء مسلمين. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لسفك دم امرئ مسلم لزوال البيت الحرام أهون على الله من سفك دم امرئ مسلم، البيت الحرام أن يزول أهون عند الله عز وجل من أن يقتل مسلم بغير وجه حق، والقتل مستمر. لذلك المطلوب اليوم أن تعلن دول مجلس التعاون، ونتمنى هذا القرار أن يكون قرارا مشتركا مجتمعا موحدا، لكن لم يكن نطالب حكومة الكويت اليوم بمطالبة بشار بالتنحي. اليوم طالبت كل الدول الغربية مثل ما طالبوا، مثل ما تدخلوا في اليمن. لذلك أنا أعتقد الموقف الرسمي العربي وبالذات دول الخليج ضعيفا لا زال، وبعيدا عن الواقع والحق، نصرة الله عز وجل والحق والشعب السوري، وأيضا بعيد عن تمثيل الشعب الكويتي. طيب دكتور، ليش الجامعة العربية اتخذت موقف معادي على طول لمعمر القذافي في ليبيا ولم تتخذ ذلك الاتجاه لبشار الأسد ونظامه؟ ليش هذا التخوف أو التأخير في إعلان مثلا أنهم ضد النظام؟ جامعة الدول العربية جامعة خربة وتعبر عن واقع سيء مريض، وينبغي أن تنسف نسفا متهالكة، يعني تنسف نسفا. لذلك لا أعول عليها بشيء. نعم. التعويل هو على حقيقة كنا نعول والكثيرين على دول مجلس التعاون، على مجلس التعاون الخليجي. شو المطلوب من مجلس التعاون بالضبط؟ لذلك أنا قلت، أنا ألخصها بما ذكرت قبل قليل. المفترض، نعم هي سياسة وهي علاقات وهي، لكن بالأخير، وهي قد تكون بالبداية شأن داخلي، لكن بالأخير طفح الكيل. ما في أكثر من قضية يستخدم جيشه في قتل شعبه، ما في أكثر من أن بارجات تقذف، ولا المسألة طائفية، ولا القصف والقتل للسوريين بجميعهم. نعم. قلة قليلة من طائفة معينة هو يستخدمها لأجل أن تحمي مصالحها وتحمي نفسها، لا يمكن تراعى. فلذلك كان على دول مجلس التعاون الخليجي اليوم واجبها أن تقف الموقف الحق، واجبها أن تنتصر لله عز وجل وتنتصر للشعوب وتنتصر للدماء. وأنا أقول كسب شعوب أهم من كسب فرد، فما بالك إذا كان هذا الفرد مجرم.
لذلك اليوم الموقف الغربي اللي فقط يقوم من منطلق أن أخلاقيا محرج أمام شعوبه، ولا كان موقفه في البداية سيء. نعم، أن تخطئ الجماعة خير من أن يصيب الفرد. لذلك نعم. فلذلك الموقف الغربي الآن نعم. مراعاة لواقع مثل ما قلت أخلاقي وداخلي نعم. أعلن أن على بشار أن يتنحى، أعلم أن لعد مقبولا، أعلم أن مجرم يتحملها مسؤوليات، أعلن أن. فاليوم محنا متأخرين جدا، ولذلك احنا نقول لأهل سوريا كما قلنا في البداية صبرا أهل سوريا، إما نصر من الله عز وجل لمن سيبقى منكم إن شاء الله النصر مظفر نعم. ولمن مات ولمن فهو إن شاء الله عند الله شهيدا، نسأل الله أن يتقبلهم. دكتور، في سياق حديثنا عن الأحداث في السوري، هناك مطالبات للنائب محمد هايف بإهدار دم السفير السوري بالكويت نعم. طبعا هذه الدعوة تركت ردود متباينة لدى الكثير من أهل الكويت، موقفك أنت منها شخصيا طيب ممكن توضح لنا؟ طيب شوف، أولا الأخ محمد هايف نائب يمثل الأمة نعم. نائب كويتي يمثل الأمة، ونوجه له تحية قريب نعم. نشترك معاه، يعني احنا في كتلة التنمية احنا والأخ محمد هايف نشترك نعم. في كثير من الأمور، في معظم الآراء، في معظم المواقف. يبقى أن طبيعة الأمور أحيانا قد يكون هناك وجهات نظر، قد يكون هناك اختلاف في قضية معينة نعم. الموقف اللي تكلم فيه الأخ محمد هايف بالأخير، أولا أساس يكون واضحا للناس، هو لم يهدر دم، ولذلك هو وكرر وأنا كنت موجود، هو طلب أن يستفتى، ولذلك هو طلب أن يستفتى وبالتالي من المشايخ، ثم وضح هذا الأمر بتفصيل لاحقا نعم. بأنه يقصد الذهاب إلى إدارة الفتوى نعم. أن الأمر للقضاء للدولة ليس لفرد نعم. التنفيذ إلى آخر هذا الأمر. لكن يقولوا يعني وبحكم أن نعم. سؤالك أن حنا أنا شخصيا وكتلة التنمية كلنا كأعضاء تناقشنا في هذا الأمر، حنا فوجئنا برأيه ويبقى حقه، هذا رأيه نعم. يدافع عنه ويتحمله، لكن حنا فوجئنا وسمعنا كباقي الناس لما هو أطلقه نعم. في الندوة. يبقى أن قلنا في العلن أن نختلف مع هذه وجهة النظر، ولا نرى أنها مناسبة نعم. ولا أنها تكون بهذه العمومية حتى لو كان فيها رأي، وأن لها تفصيل ليس هذا نعم. مقامه، وأن يعني لكن نشترك في كل الموقف مع الأخ محمد هايف من نصرة للشعب السوري ومطالبة في طرد السفير، مطالبة وإدانة الحكومة الكويتية بتقصيرها، ومطالبتها في قضية قطع العلاقات وتجميد القرى، كل الموقف نعم. يبقى هذه الجزئية حنا لنا وجهة نظر نعم. مختلفة فيه. لكن أن يعني اللي أيضا يعني اللي يحتاج نوضحه هو ما ترتب على هذا الأمر من ردود أفعال نعم. أقدرها وتفهمها، ولذلك مثل ما قلنا هي رأي من يقتنع فيه يدافع عنه، ومن يعارضه من حقه يبينه نعم. لكن التضخيم اللي حصل حولها واستغلال الحكومة لها ومحاولة والسعي في رفع قضية على الأخ محمد هايف نعم. هذا الأمر الغريب، ولذلك يثبت أن شلون الحكومة وضعفها ومدى أن يعني حكومة أصبح نهجها في كل شيء هي ترضيات ومجاملات وكسب ولاءات وخضوع لبعض الرغبات نعم. يطالب نائب محسوب على رئيس مجلس الوزراء يدافع عنه في الشاردة والواردة، الحكومة بأنها تحاكم محمد هايف، يخرج من الحكومة رفع قضية على محمد هايف، غريب عشرات مثل محمد هايف، وأنا ذكرت لا أريد الآن على أساس المستوى الشخصي في الإعلام بعض القنوات تهدد بالقتل، ما شفنا الداخلية رفعت عليها قضايا، بل أعظم من هذا الدولة مطالبة يعني أنتم مشابه لهذا الوضع، أحد الكويتيين مع الأسف يروح لسوريا ويخالف محمد هايف على الأقل يتفق مع الموقف الرسمي السوري، الموقف الرسمي الحكومي الكويتي بأن ضد ما يحصل في شخص ما مع الأسف أنه يحمل جنسية الكويت، وهذا جزء من التجنيس السياسي نعم. يذهب إلى سوريا، يحرم من يستحق من بدون ومن غيره، ويعطى تجنيس سياسي اليوم حق بعض هؤلاء من يستخدمهم في معاول الهدم نعم. يروح لسوريا وله من بالتاريخ ما له من تهديد الأمن الكويت الداخلي بعد ويقول أنه كذبوا، وين الإرهابيين وين كذابين الوهابيين وكذابين السلفيين، أنا كان في سوريا ولا يوجد أي مظاهرات ولا يوجد أي تقتيل، وآخر يذهب إلى سوريا ويخرج في التلفزيون السوري ويتبرأ من نواب الكويت ويطعن فيهم وأنهم لا يمثلون الشعب الكويتي ويعلن دعمه للنظام السوري خلافا لموقف الرسمي الكويتي، وكان من قبل أحدهم
يروح للعراق ويؤسس منظمة عراقية هو مشارك فيها وهو أمينها العام وهو يحمل الجنسية الكويتية. وين الحكومة؟ منظمة في قانون الجنسية من يؤسس منظمة خارجية ضد أهداف الكويت وسياسة الكويت أنه يسحب منها الجنسية. يؤسس حزب من أحزاب العراق منظمة يختارون هذا الفرد أمينا عاما لها وينطق، وشنو هدفها؟ هو خلع النظام في البحرين، خلع النظام البحريني. طيب والحكومة؟ فلذلك وين الحكومة ما حركت دعاوي لأمثال هؤلاء؟ نعم. بل أحد النواب اللي طالب، هو النائب اللي طالب الحكومة بمحاكمة محمد هاف التحرك، يقول حق السفير السوري بيتنا بيتك بيوتنا لك، وهذا السفير السوري من يدافع عنه اليوم؟ شوف كشفهم الله عز وجل. نعم. كان بعضهم يتكلم هذا الكلام في البداية، اليوم كلهم طرم، ما فيهم أحد يقدر يدافع عن النظام السوري أو ينكر قتله اللي حاصل. نعم النظام، السفير السوري اليوم ممثل لنظام بشار الأسد، هو ممثل رئيس سوري، ولذلك في واقع الأمور هو جزء من هذا الفعل اللي حاصل. ومع ذلك لا أؤيد إهدار دم، مش إهدار، طلب الاستفتاء، طلب الاستفتاء. نعم. لكن الحكومة هي كيدية ما في شك تجاه محمد هايف، أيضا هي مثل ما قلنا ترضيات ومجاملات، لكن أيضا كيدية محمد هايف، لأن سبق وأن استجوب رئيس الوزراء 3 مرات الحكومة تتصيد على الواحد مننا عن أي شيء، حتى تشوهه إعلاميا وحتى تفتري عليه وتطلق شبيحتها وفريقها من نواب وإعلاميين للتشويه، ولذلك استغلت هذا الظرف لأجل محاكمة محمد هايف، ومثل ما قلنا لمحاولة الإضرار في سمعته وفي، لكن يبقى أنا يعني أقول أن يعني الآن أطالب الحكومة بسحب هذه القضية، كما قلت من قبل كنت بودي أن يعني ما طلع مثل هذا التصريح من الأخ محمد، بس يبقى أن أحترم وجهة نظره. نعم. وإن كنت أعارضها وأعارضها لأن ما أرى أنها صحيحة. نعم دكتور، خلنا ننتقل معك إلى محورنا الثالث في حلقتنا اليوم. بلا شك أن أزمة القبول في جامعة الكويت وأثرها على الطلبة أثر كبير. دكتور، نبي نتكلم عن الحل مباشرة، شنو مشكلة القبول وخصوصا هذه المشكلة اللي راح تتفاقم في المستقبل، برأيك إلى متى سوف يظل هذه المشكلة معلقة مثلا؟ يعني خلنا أقول بشكل مختصر في البداية أن هذه المشكلة أو غيرها، نعم، في كل المشاكل موجودة، ستستمر هذه المشاكل قائمة ما دامت هذه الحكومة قائمة، وتحديدا ما دام الشيخ ناصر محمد، سمو الشيخ ناصر محمد رئيسا لمجلس الوزراء مع احترامي الشخصي لشخصه، يعني مشكلة حكومية، المسألة ما دام الحكومة عاجزة غير قادرة على أن تحل المشاكل، الحكومة وفقا لنصوص الدستورية هي اللي تهيمن على مصالح الدولة وهي اللي ترسم السياسة العامة، وكل وزير مسؤول عن تنفيذ هذه السياسة في وزارته، الحكومة هي المسؤولة عن تنفيذ خط القوانين وسيادتها وسيادة الدستور، الحكومة هي المسؤولة عن الحفاظ على المال العام، الحكومة هي مسؤولة عن إقرار القوانين اللي طلبتها وأقرت لها، وقرت لها الآن القوانين الكبرى والكلية وأبرزها خطة التنمية سواء ذات المدى القصير 4 سنوات أو حتى السنوية، وأقرت لها واعتمدت الميزانيات، وزعمها بأن المجلس يعطلها المجلس اليوم في عطلة، فحكومة أقرت لها القوانين اعتمدت لها الميزانيات، تملك الإعلام وأنشأتها وصنعت هذا الإعلام على عين من رئيسها، المجلس معطل، وين إنجازه؟ وهذا الكلام قلته أنا في آخر 6 لما حل المجلس، قلت أتحدى أن يكون هناك إنجاز، واليوم لنا 2 شهر، بل أزمات فوق أزمات، حكومة غير قادرة على المبادرة كما المفترض كل حكومات دول العالم، بل كل الدساتير تنص على الحكومة هي اللي تملك الخطط والأرقام والكفاءات وهي التي اسمها السلطة التنفيذية، فهي المفترض أن تضع الخطط وتنفذها على أرض الواقع وتمنع وقوع الإشكالة، فلا غير قادر على المبادرة، وإذا وقعت مشكلة لا تستطيع المحاسبة، لأن الأصل الأصيل عندها والنهج القائم عليه هو المحسوبية والفئوية والترضيات والكسب الولاءات على حساب الشعب ومصالحه واستحقاقاته. حكومة عاجزة عن علاج المشاكل إذا وقعت، شوف مشكلة التركيبة السكانية، المشكلة الأمنية، المشكلة المرورية، مشكلة الغاز الأحمدي، مشكلة مشرف، مشكلة الطلبة، كل هذا أنا باختصار أقول أن كمدخل للتفصيل هو أن ما دامت هذه الحكومة مستمرة فأنا أقول وبصراحة ودون بيع وهم لأهل الكويت، ستستمر هذه المشاكل قائمة، بل ستحفر مشاكل أخرى، بل مع الأسف ما دخلنا أنفاق، لأن ترى النفق في نهايته ترى نور وله مخرج وإن بعد، لكن مع الأسف الحكومة دخلتنا في جحور
فلذلك نهايتها سد ولا نشوف نور. فلذلك مخرجنا من هذا الجحر هو في تغيير هذه الحكومة وحلها وإقالتها وتغيير رئاستها كمدخل للحل الجذري اللي سنتكلم عنه. المشكلة الطلبة. آسف على الإطالة كمقدمة. الحكومة المشكلة من شقين، مشكلة فورية، آلاف الطلبة طردوا ولم يحظوا بفرصة، وهذا حقهم بأن يكون لهم مقاعد في مؤسسات التعليم الأكاديمية سواء الجامعة أو الهيئة أو البعثات في الخارج أو الداخل، ومشكلة جذرية أن نمنع من وقوعها في المستقبل. فلذلك الحكومة أرادت أن تحصر الأمر، كانت طبعا تنكر في البداية أن هناك أزمة، وكانت مع الأسف تسوف في الحلول، ولما رفضنا كلامها هذا جاءت تطرح الحلول الجزئية للمشكلة الفورية بعمومية ودون تفصيل. لذلك اليوم أنا أختم بهالنقطة وأترك لك مجال السؤال، عطني اليوم صورة واضحة للقرارات اللي صدرها مجلس الوزراء أو الجامعة بقبول 2095 طالب اللي رفضوا بالكورس الأول الثاني أو تعزيز البعثات. عطني جوابه على أرض الواقع كتفصيل لهذه القرارات، أن الطلبة كلهم يعلمون الآن أين ومتى سيقبلون. طلبنا الوزير أن يجيب على هذا السؤال، أن عطنا اليوم وانشرها أن هذه الأسماء المرفوضة وهذه مواقع قبولها سواء في البعثات خارجية المنح الداخلية أو في الجامعة. أو أنا ما أطالبك في حل في موقع ما، أنا أطالبك في حل المشكلة بعموم وأطالبك بحل جذري يمنع تكرارها في المستقبل. لذلك تقدمنا بالدورة الطارئة لمعالجة الجذرية وليس فورية. على ذكر الدورة الطارئة دكتور، كانت هناك لكم محاولات مكثفة لإنعقاد دور طارئ لمشكلة الطلبة. نبي نتكلم عن الصعوبات اللي واجهت هذه الجلسة بالأمس. هل واجهتم مثلا صعوبات حكومية أو تكتيكات حكومية لعرقلة الجلسة؟ وبكل صراحة. شوف أخ الكريم، احنا في البداية جاء الأخ الوزير اللي نكون كل تقدير على المستوى الشخصي، ويعلم هو علاقتنا الخاصة فيه. وحقيقة أنا يعني تألمت أنه دخل هذه الحكومة لأن موقعه في غير هذه الحكومة. وكما أقول دائما، كل من دخل لهذه الحكومة يدخل باسم كبير ويخرج منها يعني صغيرا حقيقة، لأن لن يعطى الفرصة للمعالجة، حكومة لن تسانده. هل أثبت أحمد المليفي الوزير أبو أنس؟ أحمد المليفي عنده قدرات وعنده تطلعات وعنده إرادة، لكن بالأخير تبقى الحكومة متضامنة، تبقى الحكومة وسيطرة رئيس مجلس الوزراء على مجلس الوزراء وفردية الأمور ستعجز. ولذلك ما أنا يعني مع التقدير الخاص له، يبقى الكويت وأهلها أهم من أي أحد. إن فشل في بالنسبة لي في حل هذه الأزمة، لم يتعاطى معها التعاطي السليم. بالأخير قد يكون هناك بعض الحلول الجزئية، لكن الجزئية هذه مفروض يعني فرضتها ظروف معينة وراح نشرحها الآن. شوف يا أخي الكريم، حنا لذلك بالبداية لما جاء الأخ أحمد الميفي واجتمع مجلس الجامعة في 8/6، خلي اسمعها الكويت، في 8/6 بدأت المشكلة. فجأة يعلم مجلس الجامعة والوزير أن لن نقبل إلا 6850 طالب في الجامعة. من أصل؟ إحنا العام متقدم 9 وشوي. فأنا رحنا وكلمناه، إحنا في كتلة التنمية وأنا واحد من اللي يكلمون، قلنا يا أخ أحمد وين رايحين أنتو؟ هذا القرار ما جرى عليه أي وزير سابق. أنا كنت رئيس الجلسة التعليمية وكان يجينا الوزراء واحد ورا الثاني، وكنا نقول لهم حنا عيننا على التعليم وجودته والسعة الاستيعابية والمعدلات التوافقية بين الطالب والدكتور إلى آخر هذا الأمور، لكن لا يمكن أن نقبل بدون إيجاد بدائل مناسبة قبل. فأنتوا كحكومة وأجهزة تنفيذية في إدارة الجامعة توفرون البديل المناسب ندافع عنكم. ما توفرون البديل المناسب لا يمكن أن نقبل. وقلناها صراحة ونكررها دوما، أن جرائم الحكومة وأخفاقاتها المتراكمة، الحكومات المتعاقبة والإدارات الجامعية أو الإدارات على المؤسسات الأكاديمية كلها، أن يتحملها الطالب وأسرته أو تتحملها البلد بأن تتعطل تنميتها. لذلك كان كل الوزراء السابقين يتراجعون إلا أحمد المليفي. هل هذا أسف السبب؟ مع الأسف أنا أشعر بحسن نيته، لكن استغل من قبل الجامعة في هذا الاتجاه. ولذلك هذا قرار الجامعة 6850 طالب في 8/6. تخيل يعلن في وقت امتحانات الطلبة ثانوية عامة ثاني يوم من الاختبارات، أي نفسية اللي تلقى فيها الطلبة أن سيطردونهم؟ وللعلمة اللي انطبقت عليهم الشروط، اللي انطبقت عليهم الشروط في هذا الأمر 10425 كويتي، يعني ما غير الكويتيين وصل 11 شوي. يعني أن الجامعة تعلن بأنها ستطرد 4500 أو ما يفوق، لذلك قلنا وين رايحين؟ فاعترضنا على القرار، ناصحنا بأنه
يعاد النظر فيه. فأعاد النظر فيه في المجلس الجامعة اللي بعدها للتصديق ورفع العدد إلى 8000. لكن هل هي تكفي؟ قلنا لا تكفي، ولذلك بدأنا مع الحكومة من البداية. شوف البعض اتهمنا بأن معارضة موجهة ومعارضة تستغل وشخصانية. يا جماعة الخير، هذا الأمر يتعلق في التعليم. تزعم الحكومة أن الأولوية الأولى يقوم عليها تنمية أي بلد، التنمية البشرية هي الأصل لأي تنمية. إحنا نتكلم عن عمود التنمية البشرية التعليم. نتكلم عن أبنائنا وبناتنا من المتفوقين من المطرودين، درسوا في جامعات الحكومة وفي مدارسها 12 سنة معظمهم، ثم يأتي الجامعة تقولهم، وهي الجامعة الوحيدة، وهي الجامعة الوحيدة، أن يصل نسبهم 85% برا البعثات، أن دولة غنية بهذا الغنى نطالب فيه من سنوات، أن بعضهم نسبة فوق 90 يطرد. أي عقل هذا؟ في كل دول العالم كما نقول أن يوم إعلان النسب يوم الاحتفال بالنصر العظيم لتحقيق تنمية مستقبلية، وحنا في يوم الإعلان تكشف بلاوي الحكومة ومشاكلها وإخفاقاتها اللي تريد أن تغطيها بأي شيء. شوف، فلذلك بدينا هذه المساعدة وقلنا هذا الأمر لسنا فيه طلاب رأس أحد، ونحن نتكلم من باب أن خلونا يعني نكون فريقا واحدا لاستكمال مسؤولياتنا لإنصاف ولحل هذه المشكلة. لذلك حذرنا. أكثر من ترفع عدد البعثات، فلذلك تعالج المشكلة. وأحيي حقيقة الدكتور ثقل العجمي والدكتور فيصل كندري وغيرهم من الدكاترة اللي أعلنوا مبادرة منهم من غير تنسيق أنهم مستعدين أن يتحملون شعبة رابعة لأجل المسامحة في حل مشكلة الطلبة، وليس حل مشكلة الحكومة أو الإدارة الجامعية أو استجابة للنواب. لذلك المليفي يعلن عن إنشاء جامعة خلال 6 شهور، وقلنا له يا أبو أنس حنا أخوانك وناصحين، لا يمكن مرسوم هذا اللي قال نبيع 6 شهور الجامعة، صار 3 شهور هالإعلان ما طلع. ولذلك حنا كان أحد القوانين الأربعة إنشاء جامعة جابر للعلوم التطبيقية، ورفضت الحكومة تحضر الجلسة. أعلننا عن إعدادنا لدور انعقاد طارئ، لأن بدينا نشعر حكومة غير جادة. ثم أخيرا الوزير حضر اللجنة التعليمية بعد ما فوض مجلس الوزراء ولم يكن عنده أي حلو. ولعل أوضح ما قيل، شوف هذا الإعلان في القبس في 3/8، المليفي بالصفحة الأولى القبس يرد على رئيس الوزراء أن لا حلول للمشكلة المرفوضين وأن هذا الأمر سيؤجل. لذلك دعينا للدور الطارئ وتقدمنا بتعزيز الميزانيات 30 مليون، وطلبنا إدراج 4 قوانين على جلسة طارئة، وقلنا أن يدنا ممدودة وأن الجلسة لتحمل المسؤوليات وليس للمحاسبة، وليس للمحاسبة الآن. فلذلك قدمنا 4 قوانين لجلسة طارئة. بس أختم في هذه. 1، تعزيز البعثات، ميزانية البعثات الخارجية والداخلية ب30 مليون، حتى نستطيع أن نرفع هذا العدد، علما بأن صرنا 3 سنوات نطالب بزيادة البعثات الداخلية من 2500 إلى 5000، والبعثات الخارجية من 1800 إلى 3000. إنشاء جامعة جابر العلوم التطبيقية وفيها مشروع قانون والحكومة موافقة عليه وأساسياتها موجودة، الكليات التطبيقية في موجودة، مباني الجديدة في العرضية أنجزت للهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب، البرامج التدريسية موجودة، أعضاء التدريس موجودين، الطلب موجودين، سيكون السعر استيعابي أكثر. 3 هو إنشاء صندوق أو محفظة مالية بقيمة 100 مليون، واللجنة قررت التعليمية 50 مليون، لإعطاء قروض حسنة لمن يريد أن يدرس. 4، تعديل أحكام البعثات بأن تصدر وزارة التعليم العالي كتيب سنوي تحدد فيه الجامعات المعترف فيها والتخصصات اللي يحتاجها سوق العمل، وأن الطالب إذا درس 30 وحدة وجاب معدل جيد فما فوق يحول حساب الدولة. لذلك منظومة متكاملة من الحل. وشوف هالـ4 قوانين ما فيها يتعلق بالجامعة، فالحكومة والوزير تحديدا أرادوا جعل المشكلة جزئية وفي المرفوضين بالجامعة، والمشكلة أعظم. بل أقول لك شيء، خلال 2 أسبوع سيعلن نتائج القبول في الجيش والشرطة، وسيرفض أكثر من 4000 طالب كويتي، وتزيد المشكلة. وين بيروحون؟ في التطبيقي لا يتحمل. لذلك دحين الجلسة الطارئة، وشوف الجلسة الطارئة حول طلبنا، قدمناه في 4/8، في 4 رمضان، في 4/8 وأعلننا عنه، وقدم للرئيس اللي يقول ما نسقه معاي، وهو عند الطلب قبل 11 يوم من موعدنا، وقبل من عقادها 14 يوم، 2 أسبوع. الرئيس الخرافي مع الأسف تصريح سيء للغاية، ولا أذكر أنه في الدستور ومن شروطه أنه يجب أن ننسق معك عشان تقبل الدور الطارئ، ولا أظن أن حقوق الناس تحتاج أن ننسق معك. ومع ذلك حنا مسلمينك طلب رسمي ونعلم بالجرائد،
ولو كنت انت حريص على التنسيق لاتصلت علينا. هل هو موقف متخاذل من الخرافي مثلا؟ ما في كلام عندي ان الخرافي كان شريكا في وعد الجلسه الطارئه وعلى راس الفريق الحكومي، وتصريح اللي بعد يخلينا الان نفتح الكلام اكثر. ما كان ينبغي من ابو عبد المحسن ان يقول مثل هذا الكلام، ونحن اقول لك لو كنت حريص على التنسيق لاتصلت علينا انت ايضا. طيب ليش ما احنا مرينا مكتبك ما لقيناك نقدر نقول هالكلام؟ لكن مو هذا المقصد. كان مفترض تدافع عن المؤسسة وعن رغبة 33 نائب قدموا طلب دستوري، طلب دستوري يتكلم 33 نائب من كل شرائح المجلس، يتكلم عن قضية الأولى في البلد، عن معاناة الناس، عن مستقبل التنمية. كان المفترض أن تمارس دورك في الدفاع عنه وتلزم الحكومة وتطالبها بالالتزام في موعد محدد لأنه يناسب الذين قدموا، متحملهم المسؤولية أنهم غابوا. من غاب شأنه يدافع عن نفسه، لكن لما يغير الموعد أنت ساهمت في عطية إعطاء الذريعة. فكان مفترض أن تدق، وأنا أعرف في حد معلومتي لم يغير طلب دور انعقاد غير عادي من قبل في المجلس، ولذلك تغييره ثم أصرارك على أن الساعة 9 وزعمك بأن لأن في 4 قوانين نريد أن ننجزها، تبي ترهق المجلس من الساعة 9 إلى الساعة 6. ليش ما يصير جلسة يومين؟ ليش ما يصير دور انعقاد يومين 3-4 وانت تعرف انها 4 قوانين؟ لكن مع الأسف الساعة 9 وخلت عارف الناس يوضع التوقيع للنواب المتكلمين على القوانين الساعة 8. انا في المجلس من الساعة 7:30 ابي اطبع التوصيات، ما في ولا موظف بالمجلس. دوام 7:30 الرئيس الخرافي والنواب كلنا وانا منهم. نعم. في الايام العادية ما فينا واحد يروح المجلس قبل الساعة 10:30-11 لان معظمنا يتأخر في النوم. نعم. فلذلك كان هناك حرص على افشال هذه. نعم. الجلسة. ولذلك مو اللي بقلب الصلاة ما تفوته، اللي بقلبه نفشل الجلسة ما تفوته. وهذا هو ولذلك هذا الطلب راح. نعم. من 7 والحكومة قدامها كان 8 أيام للقرار، ومع الأسف ما تكلمت إلا ب14 ليلة. لذلك الحكومة حاربت الدعوة الطارئة وأنا أحمل الوزير مسؤولية. نجي إلى أمس، تحب أسترسل عن إيش صار أمس بعجالة عشان نختم هذا المحور لأن عندنا محاور والوقت. أنا بس لا. نعم. هذا المحور يهمه للكويت الله يحفظك. مو مشكلة مو مشكلة. يعني أنا بس أسمحك 5 دقائق 10 دقائق. شوف جينا الجلسة أمس خلاص الأمر الآن ما في مجال للاختلاف يا جماعة. نعم. لمصلحة من أن تعطل الجلسة؟ لمصلحة من أن لا تقرر القوانين؟ وهذا السؤال اللي تبادر ذهن المشاهد. ولذلك إحنا نقول للحكومة الآن لمصلحة من أن ما صارت الجلسة؟ لمصلحة من الآن أن آلاف الطلاب ما يدرون مصيرهم شنو؟ قرار التفصيلية في مجلس الجامعة معلقة على اشتراطات بتعيين دكاترة، عطهم بطايق القبول الآن، عطهم بطايق القبول كالتزام مثل ما صار بسنة 2000 أنهم سيدخلون بالتخصص الفلاني. وللعلم وللإنصاف مثنى الرفاعي حميد القبول التسجيل قال في اللجنة التعليمية أن عندي البطاقة أستطيع أن أعطي بطاقة القبول لألف طالب بالقسم بالكلية الآن بالاسم. فلذلك نبي القرارات. تعزيز ميزانية الجامعة اللي أعلنوه ليلة الجلسة، شنو تعزيز ميزانية البعثات؟ مو واضح شنو ينعكس على أرض الواقع. جبتوا قبول أعلنوا أسماء، فلان الفلاني مقبول في بريطانيا هندسة، فلان الفلاني مقبول في لندن كذا، فلان الفلاني مقبول في البحرين كذا، أعلنوا الأسماء جيبونا قبول، فلان الفلاني مقبول بالمنح الداخلية في كل. أنا اتصلت في بعض الجامعات. نعم. في الداخل قالوا عندنا الساعة استيعابية مثل جامعة الخليج وغيرها. نعم. مستطيع أن نأخذ حتى 400 طالب 300 طالب. لذلك اليوم أنا أقول لمصلحة من أن لا تنعقد المؤسسات. دولة دستور ودولة مؤسسات يخدم طلب أساس تنعقد لحل مشاكل الناس، تحارب بهذه الصورة، حرص على أن لا يكون هناك 33. وكانوا يرون أنه وهم وحلم، ولما اجتمع 33 سعوا إلى قضية أن يسحب البعض أسماءه، ولما قيل لهم أن الطلب مضى وراح للحكومة. نعم. ولا يمكن أن يقف سعوا إلى إفساد الجلسة بعدم الحضار. يا رجل مكتب الرئيس الخرافي يدق على وليد الطبطبائي الساعة 9:15 يبي يتأكد أن وليد موجود ولا لا، لأنه ما كان حاضر الساعة 9. ولما دروا أنه موجود طلعت أحد النائبات من الجلسة على أساس أنه ما يكتمل النصاب. أنا أقول للأخ الوزير الأخ أحمد المنيفي مع الأخرى تأكيد تقديرنا الخاص له. لما تعلن عجزك وعدم قدرتك ونمد لك اليد نقول لك تعال المجلس، هذه قوانين المعالجات الجذرية وهذه الميزانيات للمعالجات الفورية. نعم. وهذا دور المجلس، قوانين وميزانيات لمعالجة مشكلة بلد، ليش ترفضها؟ ليش ما علنت ايدك لها من البداية؟ ثم لما جيت في يوم الجلسة تصرح بأن سأتي الجلسة اليوم وسنحضر كحكومة ومعي كل القيادة الأكاديميين وسنعرض وجهة نظر الحكومة في هذا الشأن. نعم. والمعالجة. ولما يصير تشوفون الأعضاء وصل في 31 التوقيع تدخل حالك
ويقعد ثلاث وزراء في القاعة. يا جماعة الخير يا أهل الكويت، يقعد محمد البصيري، مصطفى الشمالي، عبد الوهاب الهاروني الوزير الجديد المفترض يقسم، نعم، في القاعة بدل لا يدخلون الجلسة. هل هذا دورهم؟ أعضاء مجلس أمة، هم أعضاء مجلس أمة بس حكم منهم وزراء، أعضاء مجلس أمة، والقضية معالجة مشكلة بلد، يقعدون في القاعة لا شيء المجلس أجل. هل المجلس رئيس مستقف؟ وزراء يوقع المرسوم مع نعم. الأمير نعم، ويحضر الغبقات كل ليلة ثنتين وثلاث ويلف على 100 دوانية مشكور، قوم بهذا الواجب، لكن لا تقصر بواجبك الرسمي. الدعوة صادرة باسم سمو الأمير نعم، لدار اجتماع غير عادي. الحكومة تمثل وفق المادة 55 يمارس سلطات بواسطة وزرائه، كان سياسيا ينبغي عليهم الحضور كلهم، وأولهم رئيس الوزراء اللي موقع على مرسوم الدعوة، لكن مو هذا همه. همه أن تستمر المشاكل في البلد ويلهى الناس عن أداء الحكومة وعن فشلها وعن إخفاقاتها. ما حضرت؟ أمر وزرائك بالحضور، مو تزعمون أنه والله جاء وزير شكا جايين الوزراء الثلاثة الباقين أجل تخرجون. طيب هل أعضاء مجلس رونا دشتي دخلت على قاعة الوزراء وأنا معاها وقلت لا تدخلين، هل راح يطلبون منش تخرجين؟ شنو كان ردها يعني؟ دخلت وطلعت ما حضرت النص الثاني، مع كل تقديري الشخصي لها، لكن حق الكويت أعظم. يعني أعضاء مجلس الأمة شركاء؟ بعض الأعضاء نعم شركاء، شركاء شركاء تحمل مسؤولية نعم. نعم كل من يدافع عن موقفه أمام الكويت نعم، لكن لما يجي بعض الأعضاء يعلن لن أحضر الجلسة وهو بكيفك، واجبك أن تحضر الجلسة إلا من عذر دورك. فالأصل إذا عندك رأي مخالف تجي الجلسة ثم تقول رأيك فيه نعم، تعارضه، مو أن تكون أداة حكومية لمنع انعقاد الجلسة، أداة حكومية للإضرار بالشعب الكويتي. شنو النتيجة اليوم اللي حصلت؟ عطوني الآن يلا هذه القوانين، حنا على جدول الأعمال، ليش ما تنشئ الحكومة صندوق؟ هيو المقصود توسيع الطاقة الاستيعابية تمتص كل الخريجين، وهذا ينعكس على الكويت لأنه سيزيد عدد الأطباء والمهندسين والعلماء والماليين والاقتصاديين والسياسيين والإعلاميين. عطني الآن ليش ما تنشئ مثل كل دول العالم صندوق يعطي قروض حسنة ويرد الناس لك القروض وهم يتعلمون؟ البعض لا يريد الناس تتعلم، البعض لا يريد تنحل مشاكل الناس، البعض لا يريد الناس تتعلم لأنها قد تنافسها بالوظيفة، وهذا مفهوم الخلل. التعليم والتعليم العالي حق أصيل المفترض للإنسان، مثل الدستور نعم، والمفترض أن تحرص عليه الحكومة نعم. يا أخي الآن في دول الخليج، في السعودية، في قطر، افتحوا للجامعات الأوروبية العالمية اللي كان مفترض تفتح الكويت وطردوها بالكويت نعم. في قطر والإمارات نعم. في قطر والإمارات والسعودية اليوم أن أي واحد يبي يتعلم دراسات عليا بعد كورس واحد يحول حساب الدولة إن لم يكن فورا. قرار ملكي تعليم الدكتوراه لكل طالب سعودي، لكل شخص كل مواطن سعودي عند الماجستير يتعلم دكتوراه يتفضل. في كل بيت اليوم سعودية اليوم 130 ألف مبتعث نعم. شو نتكلم حنا يعني متخلفين بالتعليم؟ نقول حنا وتجي الحكومة تزعم في خطة التنمية نعم، أن التنمية سنحقق تنمية وسنحول الكويت إلى مركز مالي وأن التنمية خلال سنوات وأن التعليم العمود الفقري للتنمية نعم، وهذه نتيجتها. لذلك قلنا التنمية، خطة التنمية الحكومية بيع وهم، ولذلك قلنا ستستمر مثل هذه الآلام ما دامت هذه الحكومة مستمرة وما دام يرأسها الشيخ ناصر محمد الذي مرة أخرى أقول مع تقدير الشخصي له غير قادر على القيادة، غير قادر على المبادرة، غير قادر على المحاسبة. هم الأساسي هو الاستمرار في منصبه ولو كان على حساب مصلحة بلد ومصلحة شعب، بالترضيات، بالتسويات، بالمجاملات، أو بإخضاع كل شيء، المال العام، المناصب، اليوم أخضع حتى المؤسسات لأجل أن يستمر هو. نعم دكتور، في تصريح هيئة أعضاء التدريس في جامعة الكويت قرأناه اليوم الصبح أنهم يرفضون تعيين 200 كويتي حصل على شهادة الدكتوراه، هل هذا السبب أو هذا النفس اللي طلع فيه في هذا التصريح هل هي محاربة مثلا الكفاءات الكويتية اللي درست على حسابها، أو أنه مثلا طعن في هذه الشهادات أو محسوبيات؟ شوف يا أخي وين الفسرة يعني؟ شوف يا أخي الكريم، هذه مؤسسات أكاديمية كلنا نحترمها وندافع عنها نعم، ولا يمكن أن نقبل أن يتوظف فيها من ليس بكفء لأن يقودها أو لأن يقوم بالعملية التعليمية. ولذلك حنا تقدمنا بهذه القوانين كمعالجة فورية، وأيضا قدمنا كأعضاء كنا عدينا توصيات منها 25 توصية نعم، واحدة منها تتعلق في هذا الشيء اللي تفضلت. حنا نقول أن تعيين لمن للحاصلين على شهادات الدكتوراه ممن اليوم الجامعة تنتدبهم للتعليم،
يعني اليوم مؤسسات أكاديمية الجامعة أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي كلياتها ومعاهدها تنتدب سين من الكويتيين دكتوراه عنده وتصرف عليه وتنتدبه نعم تنتدبه يدرس عندها من موقع اللي هو فيه فلذلك تسلم العملية التعليمية كلها أي أنها معترفة فيه أنه كف ومعترفة في شهادته فلذلك طلبنا بأن يتم التوسع في هذا الأمر لمن هؤلاء صفاتهم أو الخريجين تعيين الكويتيين الخريجين من جامعات عالمية معترف فيها من الجامعة ومن الهيئة ومعتمدة لكن لم يبتعث من الجامعة لأنه ما بتعث من الجامعة ما كان ذيك الوقت طلب بعثة من الجامعة فراح على حسابه راح على وزارته لكن بالأخير هو خريج اليوم جامعة تعترف فيها الجامعة أو الهيئة فلذلك التوسع في التعيين خاصة وأن وحنا مقبلين على إنشاء جامعات ومنها شدادية وجامعات أخرى فلذلك احنا محتاجين وأنا مما يؤلمني ها أن هذه الشروط قاسية على الكويتين وليست موجودة على غير الكويتين ولذلك تجد كثير من هؤلاء من بعض الدول العربية مع تقديرنا لدورهم أن معين من جامعات غير معترف فيها أو أن معدلاتها كانت في الجامعة ضعيفة أو أن أو بالكويتين خريجين من جامعات غير معترف فيها بالجامعة وبالواسطة تم تعيينها أنا أقول بالأخير أن يعني محاولة البعض إبراز هالنقطة وإظهارها حتى تكون باب مخرج له وعذر لا لم ندعو إلى تعيين أي كان في الجامعة ولن نقبل أن يعين في الجامعة من ليس بكفء أن يتحمل المسؤولية التعليمية ولذلك من وثقت فيه الأجهزة الرسمية في الجامعة والهيئة أن يدرس أبنائنا بالانتداب من حقه أن يتم التعيين نعم هذا حول لأن محتاجته وانتدبته ومن مبتعث من جامعات معترف فيها بالجامعة والهيئة من حقه أيضا عين أنا بس أخي سعود أساس لا نطلع من هالمحور إلا وأن خاتمين شوف أنا أطالب الأخ الوزير الآن بأن يبادر في قضية إقرار يأخذ بهذه التوصيات ويدرسها وحقا يدرسها والأجهزة الرسمية تدرسها ونتمنى أن يأخذ في كثير منها سنتابع قراراته اللي أعلنها في مجلس الوزراء ومجلس الجامعة سنتابع هذه القوانين بإقرارها في أوائل الدورة القادمة لمعالجة الجذرية اللي ذكرتها الأربع قوانين لكن بالأخير لن نقبل بأي حال من الأحوال أن يظلم الكويتيين وسنراغب هذا الأداء الحكومي وإحنا كنا نقول أن المطلوب الآن التكامل والإنجاز لكن بكل حال من الأحوال مسؤوليتنا إذا اقتضت أن نقوم بأمانتنا أن نحاسب الحكومة سواء رئيسها أو وزيرها سنحاسبه خلني بس أختمك بهالوثيقتين اللي تعبر عن واقع الناس اليوم واقع الكويتيين المواطنين هذا الأخ عبد العزيز الهاجري 87.69% نسبته خريج المدارس الحكومية النظام التعليمي بالكويت يقدم على التعليم العالي بعثة يسجل 8 طلبات للهندسة ولا يقبل في أي تخصص رفض ولا يقبل في أي بعثة 8 رغبات هندسة يريد أن يخدم بلده وقابل المسؤولين وبما فيهم الوزير وقيل له انتظر لين يعلن عن البعثات بعدين حتى خطة شاغر لن تدخلها أي عقل هذا 87.69% شوف المأساة الأخرى ولذلك أنا قدمت بعض الاقتراحات لمعالجة هذا الأمر ترى المشكلة مو مشكلة قبول احنا أردنا أن نعالج مشكلة قبول لكن المشكلة في التعليم العالي وفي التربية متشعبة جدا إذا كان التعليم العالي أو الجامعة لا تثق بنتائج مدارس الحكومية شوف الطامة الكبرى هذه مشكلة ولذلك كبيرة. الكلام الآن عن قضية لو ندخل ونفرع المشكلة تولد مشاكل والأزمة تولد مشاكل بلا شك قبول البعض طرد البعض عدم قبول قبول البعض في غير تخصصاتهم ظلم البعض في إجباره على تخصصات شوف هذه الأخت أنفال العصيمي شوف نسبتها لو سمحت قرب الكاميرا حط عليها زوم 97.51% رفضت قدمت على جامعة الكويت نعم جامعة الكويت تشترط نظام فاشل وهو نظام اختبار القدرات مع كل التقدير الإدارة الجامعية وزملائنا في دول عالمية واجد تشترط شرط للقبول اختبار التوفل جيمات جي ار اي الى اخره لكن تحط لي نظام اختبار قدرات يجي يختبر الطالب تطلع شيء بحسبة رياضية اسمه المعدل المكافئ شنو معنات المعدل المكافئ ان تدمج بين هذه الاختبارات القدرات اللي يختبرها الطالب في لحظة في ساعة او ما شابه مع نتيجة في الثانوية العامة نتيجة دراسة 12 سنة ومعدل تراكمي لثلاث سنوات الثانوية ثلاث سنوات ثانوية تدمجها معه وتطلع نسبة جديدة على أساسها يتحدد دخوله في الكليات هذه الطالبة الأولى في مدرستها على منطقة مبارك كبير وأعتقد أنها أحد 50 الأوائل الكويتيين تدري شنو قبلت لما قدمت اختبار قدرات قيل أن اللي فوق 95 قبول فوري ما يهمني هذا كانت تريد الطب شوف شنو انتهت له هذا الكلام معناه أن وزارة التعليم العالي جامعة الكويت والحكومة
لا تعترف بنتائج الثانوية العامة. هذا مؤشر خطير. بل أحسنت، ولذلك هو شين الرسالة للدول العالم؟ هذه البنت لو راحت الآن لأي جامعة بالعالم تقدم يحط لها اختبار قبول، مو يطعن في نتيجتها، اختبار قبول. نعم. أنا شخصيا قبلت في جامعة غلاسكو بعد ما قبلني المشرف، وعلى أن كان بيني وبين التوفل، كان يشترطون التوفل، كان بيني وبين التوفل رقم بسيط، فقال لا مشكلة ادخل وتجيب إن شاء الله خلال الشهور القادمة. تسهيل يعني، ناس تتفهم. نعم. اختبرك باللغة، اختبر قدراتك، شاف إمكانياتك، شاف حرصك، فلذلك اختبار قبول ما ينزل من نسبتك ما يطلع. فهذه حكومة الكويت الآن ووزارة التعليم العالي ومدخلها الجامعة تقول كل دول العالم لا تعترفون بنسبنا، لأن حنا ما نعترف بنسب الثانوية العامة، في حين أن نظام المدارس الخاصة وبالذات بالإنجليزية وبعضها يعطونهم إضافي على النسبة، فيجيك الواحد نسبته فوق 100. أنا أقول باختصار شنو ردة فعل المدرسين، مدرستها، الطالبة، ولي أمرها؟ تدري شنو قبلت هذه الطالبة؟ خلي اسمع أهل الكويت، 97. نعم. بعد اختبار المكافأة أظن صارت نسبتها 82، وراحوا قبلوها في الأداب، من طب الأداب، أداب تخصصها علمي حتى. يعني أنا ذكرت هذه النقطة في اللجنة التعليمية أمام الوزير وقيادين. نعم. الجامعة، قلت حتى ما عندكم إن الحد الأدنى أن تقبل علوم، تذهب إلى أداب. الآن دازيها تعالي سجلي، أبوها يقول لي إن سحبت الطلب وراح أنطر السنة الجاية عشان أقدم من جديد، يضيع من عمرها سنة. ترى اللي ضايع بالأخير على حساب الكويت والبلد. رسائل في تلفوني بالعشرات، أحدهم اسمه أحمد العنزي، أحمد مطوطة، يقول نسبتي 93 أو 94.5، قدمت التعليم العالي رفضت، وهذا قلت للوزير أيضا في الجلسة، مي مشكلة إن ما نقدر. طيب شنو رد الوزير؟ بس أكم ما. نعم. ماكو ردود، لا شيء، ما في تفاعل. لذلك في التعليمية ذكرتهم هذه الحالة. نعم. بالجاه مقدم ورفض. نعم. انتوا تزعمون ان ما عندنا قدرات اداريه، احنا انتوا اللي خلقتوا المشكله، احنا نطالب لكم باللجنه التعليميه خلق الكادر الوظيفيه والامتيازات الماليه للمساعد. المهم فقام اعطى، فقالوا له اذا تدفع تامين نجيب لك قبول ويشرف عليك المكتب الثقافي وحاضرين. فدفع والده 9500 دينار من أجل، والان التعليم العالي راح يجيبوا له القبول ويشرف عليه التعليم العالي. يعني المساله مو مساله النشراف، المساله مساله أموال، هل حنا عجزين على أموال؟ لذلك عززنا البعثات بحيث أن كل هؤلاء الأبناء من حقهم. نعم. أنا أقول بالأخير. نعم. ألما والمفترض أن يعي الجميع أن موقف الحكومة كان من الجلسة الطارئة، مثل ما عبر كثير من الشباب والمغردين حقيقة والكتاب. نعم. أنه محزن جدا أن حكومة لا تريد دولة المؤسسات، لا تريد مجلس الأمة أن ينعقد، أن حكومة رغم عجزها لا تريد أن يعني حلول لهذه المشكلة من غيرها. نعم. لذلك طلب دستوري من 33 نائب مرسوم يصدر من سمو الأمير، رئيس مجلس الوزراء ووزراء يغيبون، بل حتى الحاضرين امتنعوا عن الدخول حتى لا يكون هناك نصاب وتناقش. نعم. المشكلة. دور اللجنة التعليمية دكتور فيصل، دور إيجابي وإنصافا لهم، نقول بيض الله وجهكم. نعم. أنجزوا القوانين المطلوبة منهم. نعم. واستعجلوا إصدار تقاريرها. نعم. وأعطوا الوزير فرصة واجتمعوا معاه لإصدار القرارات والحلول. نعم. لكن يبقى الأخ الوزير صدر بعض القرارات لعلاج جزئي للمشكلة الفورية مبهمة، لازلنا نشك في مثل هذه الحكومة في قدرة على التنفيذ، ولم يتفاعل مع. نعم. اللجنة في قضية والمجلس بعموم لإيجاد الحلول الجذرية. نعم. دكتور فيصل تبين نريح معك ناخذ فاصل. أيوة. ولا نكمل؟ أبرك ساعة. مشاهدينا الكرام ناخذ فاصل قصير ونرجع لكم نستكمل لقائنا مع النائب الفاضل الدكتور فيصل المسلم، انتظرونا. لكم بعد هذا الفاصل القصير ونستكمل حديثنا الشيق والممتع مع النائب الفاضل الدكتور فيصل المسلم. حياك الله من جديد نائبنا. الله يحييك. نبي نتكلم عن المحور الأخير بحلقتنا، الوقت داهمنا، يعني عن الحل الجذري بين السلطتين. الوضع السياسي، انتقلنا من الوضع السياسي الإقليمي إلى المحلي، برأيك شلون راح يكون المشهد السياسي في الفترة المقبلة أو دور العقاد المقبل؟ بسم الله والحمد لله. شوف يا أخي الكريم، أنا أعتقد أن يعني كثير من الأمور أو كثير من اللقاءات أو كثير من الطروحات اللي كنا نطرحها في الماضي هي مرتبطة بقضية معالجات لقضايا، محاسبات لبعض الأخطاء لبعض الوزراء. لكن بعد هذه التجربة، وبالذات يعني أنا أتكلم عن التجربة مع سمو الشيخ ناصر المحمد ورئاسة للحكومات والحكومات المتعاقبة ومن خلال 4 مجالس، أن الواحد بدأ يشعر حقيقة بالقلق. أنا بكل صراحة اليوم أن إحنا محتاجين أن نصارح الجميع، نصارح سواء السلطات، نصارح الشعب الكويتي، نشعر بقلق على الكويت. والله يعني نشعر بقلق ونشعر بشحن في الصدور يتنامى،
نشعر بتمزيق للمجتمع، نشعر بإلغاء لدولة المؤسسات، نشعر إلى يعني إلى غياب المعايير اللي تستدعي أو المعايير اللي تقوم عليها الدول، تجاوز للنصوص، ضرب في الدستور، إلغاء لسيادة القانون، إلغاء لمبدأ الكفاءة، انتهاك للمال العام وتبديله، إخضاع كل شيء في الدولة لأجل الترضيات والتسويات، محاولة الطعن والتشويه اللي يعني صارت ممنهجة وصار لها أدواتها وشخوصها، الناس تعرفها بالاسم لأدوات إعلامية أو لشخوص شخصية. لذلك أنا أعتقد هذا القلق بدأ يعني يقلقنا حقيقة على بلدنا. أنت تشوف اليوم في بعض البلدان عبرت عنه بأساليب وصلت إلى النزول للشارع وإلى المظاهرات وإلى، وحنا الآن الناس تعبر عنه بآراء، وهذا من وفائها وولائها وحبها لبلدها وحكمها ومؤسساتها واقتناعها بأن لا زالنا فيها الحل. لكن الاستمرارية بهذه الصورة، استمرارية إدارة الشيخ ناصر المحمد، كلام تقتضي الأمانة لله ثم مسؤولية الناس أن نقوله، استمرار هذه الحكومة بعدم احترام المؤسسات، بعدم احترام الدستور والقوانين، بعدم احترام الرأي الشارع والناس. ترى مي القضية قضية نسب، ولا القضية قضية من صوت أعلى، ولا يظن ظان أن هذه المؤسسات الإعلامية أنها قاعد تزيف الصورة. اليوم الكل يدرك مدى الرفض لاستمرار الشيخ ناصر محمد رئيس مجلس الوزراء، مو لشخصه، له كل التقدير عند الناس لأدائه. اليوم عدم احترام الرأي الشعبي، عدم الإنجاز فيما يتعلق بمشاكلها في التعليم، في الصحة، في البنى التحتية، في المعالجات، المال العام، المناصب، الكفاءات. اليوم مو فقط فئة، كل الشرائح متضررة، كل الفئات متضررة. أنا أعتقد أن عقلية أن المهم عندي كم تاجر أرضيه، المهم عندي كم نائب أحتويه وأشتريه، المهم عندي كم مؤسسة إعلامية أضبطها وأصنعها وأنشئها تمجد فيني وتسوغني وتهشم أعدائي وخصومي، ما ما ما, ما تنجح ولا يمكن تنجح. مع الفارق، مع الفارق أنظمة بجبروتها وطغيانها مثل تونس ومثل سوريا ومثل العراق، شعوب حرة ولا يمكن أن تصبر يعني أكبر من الحجم اللي يستشيق الأمر. اليوم كان الأمر مدى ضر ونتحمله، وجهات نظر ونتقبل، اليوم لا، أصبح الضر بليق في البلد، في الشعب، في التنمية، في المال العام، في مستقبل الأجيال. حكومة حقيقة لا تؤتمن أن تستمر في إدارة البلد. السلطات معطلة ومنقسمة، وكما قلت قبل قليل حكومة غير قادرة على تنفيذ واجبها الدستوري وهي السلطة التنفيذية، ونحن لا يمكن أن نخون أماناتنا، لا يمكن. مجلس الأمة لذلك منقسم، فلذلك شو الحل؟ قلنا بصراحة الحل، طالبنا من قبل بأن حكومة جديدة برئيس جديد. نعم سمو الأمير حفظه الله لا يعني لا ننازع في هذا الأمر، حقه في اختيار رئيس الوزراء بلا شك، لكن حق الأمة في تقييم رئيس الوزراء ومحاسبته، ومحاسبته أيضا. فلذلك احنا طالبنا من واقع تجربة 6 سنوات ونص الآن، 7 حكومات نفس المشاكل اللي نتكلم فيها، نهج. فلذلك هناك نهج، طالبنا بحكومة جديدة برئيس جديد بنهج جديد. لكن مدخل هذه الأمور هو أن من يتولى سدة القيادة الآن غير قادر، عذرا لا يصلح. فلذلك على حساب بلد وعلى حساب شعب وعلى حساب تنميتها ومصالحها، استمرار الفرد في ضر لها، فله كل القدر والاحترام ويأتي غيره. لذلك طلبنا بهذه الإقالة، صار هناك الآن رجوع، الآن نطالب. ولعل مشكلة الطلبة أمس بكل أبعادها السيئة بعد احترام المؤسسات والنصوص، نقول أنه لازلنا نجدد المطالبة بالاستقالة. ما مثلا ما مو هذا الخيار؟ طيب ارجعوا للشارع.
طلبت في حلمه سلمه. طلبنا بحلمه سلمه وعزله. انا واحد من الناس كنت اقول، وهذا قناعتي النظريه الدستوريه المبدئيه، ضد حل المؤسسات، لان بقاء المؤسسات هو اللي حق تنميه مو حلها. ولكنك طلبت. لكني طلبت مجبرا. نعم. انا ضد حتى الحل الدستوري. نعم. لأن بقاء المؤسسات هو اللي يحقق تنمية، وهي اللي يحقق تطلعات، وهي اللي يحقق تنفيذ القوانين والدراسات. لكن لما يصل بقاء المؤسسات إلى الإضرار العمدي بالبلد وإلى الإضرار العمدي بالشعب، لا يمكن أن أقبل تستمر. لذلك المجلس اليوم منقسم ومعطل بعض بعض، والحكومة غير مرضي عنها. نعم. يعني رئيس وزراء يصوت بحجب الثقة عنه سواء دستوريا أو سياسيا، يصل عددهم 24 نائب. فلذلك المسألة أن هناك رفض متنامي على كل الأصعدة، القوى السياسية، قطاعات القوى المجتمع المدني الفكرية، ما يمكن أن تشترى كلها عن نواب، كفاءات، كتاب، إعلاميين، اقتصاديين، ماليين. فالرجوع للناس حتى أحكم الناس. فلذلك طلبنا اليوم استثنائي، أنا بالنسبة لي استثنائي أن أطالب بحل مجلس الأمة، ولأن بحلها تأتي النتائج فتصدق من وتكذب من. نعم. وعلى ضوء هذه النتائج تشكل حكومة جديدة حتى ننهض. ترى نحن يعني يقولنا كثير من الناس، حنا أيضا ملينا من النزاع، حنا نتعلم على أن بلدنا متعطل بهذه الصورة، نتعلم على أن الحكومة عاجزة، نتعلم على أن مجلس أمة ملغي، فردية في مجلس وزراء، وشراء لمجلس النواب والغاء وجوده. ما يمكن، حنا راضين عن هذا الوضع. نعم. لذلك شو الحل؟ شو الحل؟ إصرار على أن نستمر بهذه الصورة غير مقبول. البلد متضرر، ولذلك القادم راح يكون أسوأ مع تنامي. نعم. هذا الفشل، هذا العجز، هذا السوء، سيكون هناك ردود أفعال عند الناس أكبر، وبالذات الشباب. ولمصلحة من أن ندخل في صراعات؟ نعم. ولمصلحة من أن ندخل في اختلافات؟ لذلك الكويت طول عمرها لحمة واحدة. نعم. حكومة وأسرة وشعب، طول عمرها التراضي هو اللي يقودها، طول عمرها التوافق، وفي سوابق على العالم كله. نعم. فالمطلوب اليوم أن الرجوع إلى الناس أنا أعتقد أنه مهم جدا. نعم. ولذلك القادم أشوفه حقيقة. نعم. سيء، وفي ظل هذا الأداء الحكومي، في ظل هذا التجاهل والإصرار، في ظل هذا الإلغاء للآخر والمؤسسات والدستور، في عدم مراعاة الناس، القادم سيء، وبالأخير الكل يتحمل مسؤوليته. نعم. دكتور، لو مثلا تم رحيل سمو الشيخ ناصر محمد من رئاسة الحكومة، هل سوف تنتهي مثلا هذه الحالة من القلق السياسي اللي تشهدها البلاد حاليا؟ شوف، أنا قلت من قبل أن لا يمكن أن أقبل أن أسطح المشكلة في أسماء أو أفراد. نعم. والمشكلة أعظم، المشكلة نهج. نعم. لكن بحكم الموقع، موقع الشيخ ناصر المحمد كرئيس وزراء، يعني لو كان رئيس وزراء اسم آخر طرحنا هذا الاسم. نعم. نعم. لذلك احنا نتكلم عن موقع سمو رئيس مجلس الوزراء كرئيس لمجلس الوزراء، هو مدخل لأي حل جذري. نعم. وليس شخصا يعني. ولذلك تغييره. نعم. لن ينهي المشكلة، وأي قادم بعده سيكون مثله إلا ما يتغير نهج إدارة الدولة. يعني فلذلك ما في شيء هو. نعم. الأصل تغيير النهج، وسأتيك الآن في المعالجة. نعم. الجذرية. نعم. لكن بالبداية، لذلك احنا نطالب الآن برحيل الشيخ ناصر محمد، معناه أن استقالة الحكومة. لما نقول نطالب حل دستوري والعودة للناس وانتخابات مجلس جديد، مجلس جديد، حكومة جديدة، وبالتالي اختيار حكومة جديدة، ندعو إلى. نعم. أيضا المجلس، مو بس الآن ما عندنا شخصانيين. نعم. لكن الحل هو لا بد من أن يتغير نهج إدارة الدولة، وبمعنى أن يعود شأن إدارة شؤون الدولة للمؤسسات الكبرى، فيه تحديدا مجلس الأمة والوزراء، يعني تشريعا وتنفيذا ورقابة. أن يكون هناك إصلاحات، أن يكون هناك معالجة حقيقية، معالجة جذرية، ليس قضية محاسبة على خطأ. شوف أخي الكريم، التشريع يعالج نقص محدد، المحاسبة تحاسب فرد أخطأ في قضية معينة وقد تصلح من هذا الحال، لكن لا يمكن أن تعدل وتصلح شأن عام، واقع عام. نعم. مسار دولة يحق تطلعات شعب. إلا أنا بتقديري وصل النظام السياسي الكويتي إلى حالة الجمود،
وأن السلطات تعطل بعضها البعض اليوم، وأن لذلك نحتاج علاجا جذري، مبادرة لإصلاح النظام السياسي بالكويت تقوم على أسس ثلاث. أولها أن تستمر المؤسسات في قيام بواجبها، ولذلك سنستمر في القيام بواجبنا تشريعا ورقابة ومحاسبة. لا يمكن، لا أقبل أن ينحصر الأمر فقط بالمحاسبة والرقابة، لا يمكن، هذه واجب واستحقاق وسنستمر فيها، لكنها أقل من أن نستمر منحصرين فيها. فالاستمرار في أداء واجبنا وفق القائم، تعديلات إصلاحات تشريعية وتعديلات دستورية. وأقول لك على السريع، حتى نعيد دولة المؤسسات احنا محتاجين لتشريعات قانونية كثيرة جدا. مثل مثال، أولا إصلاحات في الجانب السياسي، قانون الدائرة الواحدة، إصلاح النظام الانتخابي، إنشاء الجماعات السياسية. العمل الفردي لا يمكن أن يستمر بهذه الصورة، ولذلك سيحسن من أداء، والإصلاح السياسي هو سينتج عنا إصلاح في المجالات كلها، الأحزاب السياسي مثلاً، في المجال الاقتصادي، في المجال المالي. أنا أعتقد الآن إنشاء الجماعات السياسية قد يكون هو المرحلة المطلوبة الآن. لذلك في يتعلق في إنشاء دولة المؤسسات أن يكون هناك استقلالية للقضاء، لأن القضاء هو الحكم العادل بين المؤسسات وهو صمام الأمان للدولة. بلا شك. أن يكون هناك إقرار لقوانين الذمة المالية، منع تضارب المصالح القياديين، أن يكون هناك إنشاء هيئة لمكافحة الفساد. استكمال دولة المؤسسات يحتاج مثل هذه القوانين بسرعة، تقوي من دولة المؤسسات وتغيب الفرد أين يكون موقعه. اثنين، الفرع الثالث وهو اللي ودي يعني استرسل فيه في ختام الحلقة، وهو الإصلاحات الدستورية، التعديلات الدستورية. نعم. راح نرجع ابن الفاضل على هذا الكلام، ولكن نبي بكل صراحة، التصعيد دائما من يدفع فيه؟ هل هما أعضاء مجلس الأمة أم أعضاء الحكومة؟ ومن يتحمل مسؤولية هذه الأجواء المشحونة باختصار؟ شوف أخي الكريم، بسرعة، الكل يتحمل. نعم. الأصيل هي السلطة التنفيذية، لما يصير فيه تشريع المفترض أن يكون في تنفيذ، لذلك السلطة التنفيذية اسمها بالدستور السلطة التنفيذية فواجبها تنفيذ. والسلطة التشريعية المجلس اسمه السلطة التشريعية فواجبها القوانين. فلذلك لما يغيب التنفيذ للتشريع تأتي الرغابة، فلذلك إذا قامت الحكومة بواجباتها تخف الرقابة ويعظم الإنجاز، وإذا ضعفت الحكومة أو تخاذلت أو تكاسلت كما هو واقع الآن عن الإنجاز جاءت الرقابة للمحاسبة، لأنها أيضا أمانة واجب المجلس. بلا شك. لكن قد يكون هناك تعسف من بعض النواب، قد يكون هناك استغلال، هذا وارد، لكن هذا الاستثناء. لذلك أنا يعني المعالجة الجذرية لمثل هذه الأمور، مثل ما قلت لك، حنا محتاجين اليوم نسترجع واقع، أن تعود هذه المؤسسات لواقعها اللي كان يأمل الآباء والأجداد، أن تعود هذه المؤسسات لدورها الحقيقي، أن تعود. لابد من إصلاحات دستورية اليوم، لا يكفي التعديلات التشريعية ولا تكفي الرقابة ولا يكفي الاستمرار. شوف أخي الكريم، حنا من مدرسة الدفاع عن الدستور وأن لا يمس، من مدرسة إلا لا يمس إلا لتعديلات كما نص ذات الدستور. أن لمزيد من الحريات والمكاسب الوطنية والدستورية. لذلك لكن اليوم وصلنا إلى حالة من الجمود تستدعي أن نأخذ بما قال حتى الآباء والأجداد. شوف، الدستور وثيقة رائعة جدا لتنظيم السلطات في الكويت، فضل الآباء والأجداد في وضعها لا يمكن أن نبلغه، ولذلك الآن مطالبتنا بالتعديل ليس انتقاصا لهم، إنما استكمالا لدورهم اللي هم كانوا يقولونه لما وضع الدستور الكويتي، كانوا يريدون بصورة أفضل من ذلك، إنما أخذوا بواقع الكويت في ذاك الوقت، فراعوا كثير من جوانب الأسرة، فلذلك أخذوا بالنظام بين الرئاسي والبرلماني فكان مزيجا. لذلك استكمالا لما دورهم اللي قالوا، وضعوا مادة في الدستور لا يعدل بعد 5 سنوات، وأن لمزيد من الحريات المكاسب. فمن يحتج علينا يقول أنتم كنتم من كتلة الدستور وترفضون التعديلات الدستورية وطالبتوا علي الراشد بالتراجع. نعم، ولازلنا أي تعديل يمس الدستور بانتقاص من هذه المؤسسات من الدستور سنكون بل عظما في حلقة. ولذلك التعديلات اللي أعلنت كانت تعديلات حكومية بوجه نيابي. واليوم دخل هذا النائب إلى الحكومة، فلذلك كان يريد انتقاص من مؤسسة من السلطات الشعبية والنصوص الدستورية والمؤسسة. لكن نعم، كثرة الدستور حفاظا على الدستور، لكن كثرة الدستور أيضا لتحقيق مزيد من المكاسب والحفاظ على المكاسب ومزيد من الحريات وإصلاح الأوضاع. لذلك أنا أعتقد اليوم أن إحنا في مرحلة تاريخية نعيشها في الكويت من ضمن واقع عربي. مرحلة تاريخية تستدعي مواقف تاريخية، منعطف خطير. منعطف تستدعي اليوم الشعوب كلها تفكر في قضية
غيرت أنظمة سياسية، مو قضية تعديلات دستورية. نسفت دساتير الآن تكتب من جديد، ألغيت هيئات تصاغ من جديد في شهور. فلذلك حنا اليوم نتكلم عن تعديلات تتناسب مع واقع، ولذلك من المصلحة كلنا أن نسبق واقعنا، أن نسبق، أن نتخيل القادم وأن نسبق بأن نحققه، كما فعل الشيخ عبد الله السالم عليه رحمة الله. كان شريكا وكان مؤيدا وكان في 38 لوضع الدستور الأول في تاريخ الكويت، ورأس المجلس التشريعي في ذلك الوقت. ولما أتى للحكم في 50 ورأى حركات التحررية من الاستعمار والحركات المطالبة بالاستقلال والحريات، توافق مع الكويت على وضع الدستور، فتنازل عن بعض السلطات بوثيقة مكتوبة. ودائما أقول هذا التعبير، أعطى الشيخ عبد الله السالم بذكائه وبقدرته على رحمة الله وبقراءة المستقبل بيد، وأخذ من أهل الكويت بعشر أيادي. مثل أعطيك مثال، شنو العشر أيادي؟ يعطيك مثل، خلنا نوضح المشاهدين. بالعكس أبركس، أنا أقول لك أخي الكريم، وهذا وهذا توافق. ولذلك الكويت تفخر شعبا وأسرة على كل دول العالم بأن مكتوب هذا في نصوص دستورية، حالة التوافق والتوام من أسسة الكويت باختيار صلة الصباح حكاما برضا بتوافق دون جبر استمرت مئات السنين، جسدت في وثيقة دستورية مكتوبة. ولما جاء الاختبار الحقيقي لها في الغزو لم يلقى صدام كويتي واحد يطعن في هذه الوثيقة وينقلب على الشرعية. ولذلك أساس التحرير هو التمسك شعب الكويت بالشرعية. فلذلك الشيخ عبد الله السالم قرأ هذه القراءة. في دستور بالعالم اليوم يضمن الحكم في ذرية فلان؟ لا. في دستور بالعالم اليوم أعطى حق تعيين الآن حق وفقا للدستور الكويتي؟ شفت في التنازلات الكبيرة برضا الآن حق تعيين رئيس الوزراء لسمو الأمير حفظه الله. أي أمير قائم من حق أن يختار رئيس وزراء، مشاورة تقليدية لرؤساء المجالس السابقة والجماعات السياسية. لكن اليوم في البحرين، في اليمن، في الأردن، في تونس، في مصر يتم التصويت على اختيار رئيس مجلس الوزراء في البرلمان، أن يأخذ الثقة، منح ثقة، بعضها نظام حزبي أن يعين من قبل الشعب في أنظمة. الآن وين نظام الكويت عنها؟ نفاخر عليها حنا بعشرات، ومع ذلك أعطى الشعب برضا. فرئيس مجلس الوزراء يعين مباشرة من سمو الأمير، لا يستطلب الأمر أن يأخذ الثقة من المجلس، لا يستطلب الأمر أن يأخذ الثقة على برنامج عمل الحكومة. يجب تعديل هذه القوانين مثلا. لذلك انت تتكلم الجلسات الان عموما عشان بس الوقت. انا اقول احنا محتاجين اليوم ان تكون هناك مواقف تاريخيه حقيقه. ويعني اخاطب سمو الامير الشيخ صباح حفظه الله وهو من عاصر هذا الدستور في تاسيسه، في وضع الدستور كان في المجلس التاسيسي، ومن عاصره في كل مراحل تدرجه السياسي، ومن هو اليوم بعد الله عز وجل حافظا على تنفيذه وتطبيقه. اليوم الموقف التاريخي يستطلب موقف تاريخي من الشيخ صباح الأحمد بقضية إعادة النظر في بعض المواد، لأن تعلم أن التعديل الدستور وفقا للدستور القائم، وهذا شوف يعني الشيخ عبد الله السالم من أكبر المكاسب أيضا أنه أخذ أن يجب أن يكون هناك توافق بين إرادة حاكم وهو بالأخير فرد وإرادة أمة، ينبغي أن يكون هناك توافق بحيث أن لا يغير كلمة، سطر، حرف، نقطة في الدستور إلا بهذا التوافق. مبدأ النظر في هذه التعديلات ثم التوافق على التعديلات الجذرية مع 44 نائب. لذلك هذا الأمر من الصعب أن يستمر، ولذلك أنا أعتقد أنه جزء كبير وعمود أساسي في إخفاق المؤسسات اليوم واستمرار هذه المشاكل وهذه المعضلات هي هذه المسائل. قد ناسبت زمن وحققت مقاصد من وضع وأنجزت للكويت شيء عظيم، وحققت الكويت ما تفاخر فيه على كل الدول في الحريات، في الكرامات، في المشاركة الشعبية في السلطة، في إدارة أموالها، هذا نفاخر فيه على الدول. مثلا من مسألة حضارة اسمنتية ولا ولا بناء قار أسود ولا عمارات، وإن كان هذا مطلوب لكن بالأخير هذا الأصل الأصيل. لذلك أنا أقول الأمر يحتاج إلى موقف تاريخي من الأسرة، من الشيخ صباح تحديدا، ومن الجميع. لابد حقيقة، وحنا ما أخفيك تم تشكيل لجان ودعت قوى سياسية وكان هناك موافقات للقوى السياسية وتشكلت لجنة وستبدأ عملها هذا بعد العيد
بالدعوة لا وإعلاميا وطرح على الرأي العام، لأنه لا يمكن ينفرد فيه أحد. نعم. لا يمكن ينفرد لا فرد ولا كتلة برلمانية ولا تيار سياسي ولا حتى مجموعة. نعم. ويجب أن يكون شأن الأمة، شأن الأمة كلها، ويجب ونطلب أن وسنطرح على الأمة ونطلب من الجميع إبداء الرأي فيه، وأن يكون مجتمع حضاري يبدي وجهات نظرة فيه. لكن يقول الخوف من تعديل الدستور طول هالسنوات كان بحق، خوفا من الانتهاك منه، لكن اليوم الخوف من تعديلات الدستورية هذه أنا أعتقد أنها ستوقعنا في سنستمر في حالة الجمود وحالة الإخفاق اللي حنا فيها. لذلك أخشى أن ننطبق علينا خوفا من الفتنة سقطوا في الفتنة. يجب أن ننظر بواقعية لذلك أن يأخذ رئيس مجلس الوزراء الثقة من مجلس الأمة أصبح استحقاق. نعم ضروري على الشخوص رئيس مجلس الوزراء والوزراء يأخذون الثقة من مجلس الأمة نوابا عن الشعب. نعم. يبقى الاختيار لسمو الأمير، والثقة تمنح بالبداية على البرنامج. نعم. عملها وعلى الشخوص، وهذا سينهي كثير من الاختلافات، لأن الأمة ستشارك في اختيار رئيس الوزراء من البداية. نعم. الأمر الآخر أن إجراءات يعني محاسبة رئيس مجلس الوزراء لا يمكن تستمر بهذه الصورة. ما غير منطقي أن يعني أتفهم الظرف مثل ما قلت وأقدر للأباء والأجداء. نعم. الله يرحم ميتهم ويكرم حيهم، لكن غير مقبول اليوم أن يستمر هذا الشرط أو النص أن الأمة من خلال نائب كفلت له، والله يجزاهم خير عنا، كفلوا للأمة من خلال نائب أن يأتي ويحاسب رئيس مجلس الوزراء، أن يكون بتقديم محاسب رئيس مجلس الوزراء نهاية الأمر أن يكون حل المؤسسة. اليوم لو يقدم من آب وصار يقدم نائب استجواب لرئيس الوزراء، لو يؤيده 10 في تقديم الطلب طرح الثقة، يؤيده 50 نائب، 49 نائب البقية. نعم. كلهم أي يرتفع الأمر للتحكيم لسمو الأمير الذي يملك حل المجلس. نعم. غير مقبول أن وثيقة دستورية تنظم شؤون الدولة أن تمارس الأمة كلها باسم النواب، ولو اجتمعت الأمة كلها على أن رئيس الوزراء يحاسب ويتطلب عزلة يتم حل المؤسسة. يتم حل المؤسسة. نعم. هذا هذا فلذلك تعديل. أيضا من ضمن يجب أن تعدل. نعم. صحة الجلسات بدون حضور الوزراء هذا غير صحيح، والواقع أنا برأيي أن الدستور صحة انعقاد الجلسات واقع اليوم، لكن التطبيق السلبي لرئاسة المجلس مع الحكومة تعطل. نعم. المؤسسة. لذلك غير منطقي أن السلطة سلطات منفصلة، سلطة تنفيذية تعطل السلطة التشريعية اللي هي تقر القوانين وتعتمد الميزانيات عن العقاب، غير صحيح. لذلك الشرط الموضوع هو النصاب، فالنصاب المطلوب إذا ما اكتمل كذا، الأولين راعوا الحكومة ودعوها إلى الحضور احتراما لوجودها وجعلها أعضاء في المجلس. أما أن تعطل فهذا الأمر الأهم، إخراج السلطة التنفيذية من عضوية المجلس، استمرار قمة يعني أحد أعمدة استمرار الخلل في أركان الدولة. أنا الحكومة الآن أعضاء بحكم أنهم وزراء، فلذلك خذ الآن 16 وزير، أمس 31 نائب حاضر، ما في نصاب، هذه مشكلة، لأن معدود الوزراء أعضاء. شوف شلون تدخل بعمل مؤسسة، فكان المفترض أن احنا 49 نائب حاضر 30 ففيها النصاب، فتبحث أمور الأمة وتقرر تشريعاتها وتحترم رأي الأغلبية، تمتنع الحكومة على الحضور فتعطل المؤسسة. هذه مشكلة. الحكومة أكبر قوة تصويتية 16 نائب، ولذلك وبما تملكها من أدوات ترهيب وترغيب وتخويف سيطرت على المجلس وألقت وجوده فعليا، وهي الآن ملغية وجوده حتى شكليا. يعني هل هو مختطف المجلس؟ لذلك نعم، المجلس اليوم مختطف، والخاطف له الحكومة، ومن يسيطر على قرار انعقاد الجلسات اليوم ليس نواب الأمة، الحكومة. الرئيس ناصر المحمد، سموه الشيخ ناصر المحمد، اللي أمس غيب وزراء وفي جلسات الحصانة كسوابه وغيرها عطل الجلسات مع قضية الخرافي وتطبيقه للعرف بشكل سيء أن لا تنعقد الجلسات إلا بحضور أحد الوزراء. لذلك أنا أقول استمرار الحكومة أعضاء في مجلس الأمة ينافي أصلا مبدأ استغلال السلطات، المادة 50، كيف سلطات تنفيذية وتشريعية والتنفيذية أعضاء في التشريعية يعطلون نصابها ويصوتون على قراراتها لذلك ما هو منطق أن تستمر الحكومة أن تحضر مطلوب منها، ولو حكومة حريصة على إجراءات البلد تحضر كل جلسة، ولو أخرجت لحرصت على الحضور والدفاع عن قناعاتها، لكن اليوم لأنها تملك التعطيل ما تحضر وتعطل. الأخير هو حق الوقت أهمنا دكتور، أنا أختم به النقطة نبي نختم. أختم به النقطة. نعم. حق تعديل الدستور. نعم. وهذا التنازل الأكبر اللي يجب أن تقدمه. نعم. يعني يقدم سمو الأمير تقدم الإسرة. نعم. اليوم ما في وثيقة تستمر أبد الآبدين، ما في
لذلك المطلوب اليوم أن مثل ما قلت قراءة المستقبل قراءة الواقع أن يتعطى الأمة حقها في تعديل الدستور. الأمة مصدر السلطات، ولذلك هذا الحق أيضا ينافي هذا الأمة مصدر السلطات، فحق التعديل مطلوب أن يكفل للناس، ولذلك دساتير العالم كلها مرنة وكلها تعدل توافقا مع الواقع، توافقا مع الحال، توافقا مع إرادة الأمة من أجل تطلعات تطورات الأحوال. ما يمكن تستمر وثيقة ما يعدل فيها نقطة. هذه الحالة التوافقية المشروطة في الدستور معطلة لتطوير الدستور لمزيد من الحريات والمكاسب. لذلك أنا أتمنى أن تدرس مثل هذه الأمور وأن تبحث، وخاصة داخل إطار الأسرة، وإحنا على استعداد للاجتماعات وإحنا على استعداد، وأن تدرس من كل القوى السياسية والمجتمعية والفكرية. لأني شخصيا أقولها وعن قناعة ومن واقع تجربة أن استمرار هذه النصوص بهذا التطبيق، وخاصة في حالة الرغبة في السيطرة على مجلس الأمة وحالة الاستحواذ على مجلس الأمة وتعطيل مجلس الأمة والسيطرة على مجلس الأمة، جعلت الأمور معلقة، ويعني لا نستطيع أن نستمر، والكويت متعطل عن تحقيق تنميتها. ولذلك الكل يعلم أن تحقيق التنمية يتطلب مؤسسات، وكبرى المؤسسات ومجلسي الأمة والوزراء، لذلك يجب أن يكون هناك تنازل. طيب. أيضا في سبيل تحقيق دكتور المشروع الإصلاحي في المستقبل شنو رؤيتك له؟ مثلا شلون ننتهي من هذه الأزمات والخلافات؟ أنا بس بعجالة. طيب دكتور. أنا قلت هذا الأمر سنطرحه على الأمة. نعم. حنا عندنا هذه التعديلات في لها صياغة دستورية. نعم. سنبدأ نستمع للجميع، ثم المفترض أن تترجم بواقع أن يوقع عليها وتقدم إلى مجلس الأمة وتحظى بالتصويت. لكني كم أتمنى أن تكون هناك مبادرات من السلطة ومن الحكومة ومن سمو الأمير في هذا الاتجاه، أن تكون هناك مبادرات مثل ما قلت، لأن الأمر يتطلب مبادرة الطرفين. مبادرة الطرفين، وبمثل هذه المبادرات ستعجل من الحلول وستؤخر أو ستبعد إن شاء الله. أي اختلافات تتطور في هذا الاتجاه. سؤالنا الأخير دكتور، هل الحكومة الحالية قادرة على تنفيذ خطة التنمية في لك دقيقتين تقريبا؟ أنا صوت ضد خطة التنمية. نعم. وصوت ضد اعتماد ميزانيتها، وصوت ضد الخطة السنوية. نعم. ومع أنها مطلب دستوري وقانوني وإعلامي. نعم. وشخصي. ليش؟ لأن ما هي أتاه الأرضية المناسبة للتنفيذ، ولأن واقع الحكومة سلبي، وقلت أنه بيع وهم، وطلبت النواب حتى برفضها. ولذلك واقع الحال بعد سنة ونص من هذا الكلام أو سنة وشهور من هذا التطبيق هو السلبية الحاصلة. مشاريع خطة التنمية على أرض الواقع صفر، وهم يزعمون بالأرقام في التواقيع على العقود. ولذلك مع الأسف أن الحكومة أكبر يعني الشواهد والدلائل على فشلها وعدم قدرتها على تنفيذ القوانين وعلى تحقيق تطلعات الناس هو فشلها في خطة التنمية اللي اعتمدت لها واعتمدت ميزانياتها. بل دعني أقول للناس شيء، أن لم تقرر الخطة السنوية الثانية للتنمية اللي هي الآن، لأن الأولى ما نفذت، فحكومة اليوم تمشي من دون خطة سنوية للتنمية الثانية. نعم. الحكومة باختصار ليس يعني، وأنا أقول وأتحمل مسؤولية هذا الكلام، حكومة غير قادرة على أن تحقق للكويت شيء، وأن رحيلها مستحق ومطلوب، وإن لم يكن رحيلها لوحدها فما عندنا مشكلة في أن نعود للشارع وأن يحكم الشارع والناس وأهل الكويت أي الفريقين على حق، وتشكل حكومة على نتائج هذه الانتخابات. نعم. نائبنا الفاضل الدكتور فيصل مسلم، كل الشكر لك على استضافتك لنا في ديوانيتك الكريمة، وحديثنا معك شيق بلا شك، ولكن الوقت أدركنا. حياك. ونتمنى طبعا أننا جاوبنا على الكثير من أسئلة المشاهدين، ولعذرنا المشاهد إذا ما قدرنا نغطي جميع أسئلته واستفساراته، ويعذرنا على التقصير، فمن يعمل لابد أن يقصر. كلمة أخيرة للمشاهدين قناة مباشر دكتورنا. أسأل الله عز وجل أن يعني يحفظ الكويت وأهلها، وأن يوفقنا جميعا في هذه العشر للطاعات، وأن يعني يختمنا بالعتق من النيران ودخول الجنان، وأن يلطف بالمسلمين في كل مكان وخاصة في سوريا وليبيا واليمن، وأن يعني يكف أيدي الظالمين عنهم وأن يحمي دماءهم وأعراضهم. كل الشكر لك نائبنا، وإن شاء الله تدعينا في العمر إن شاء الله. الله يجزاك. مشاهدينا الكرام، وصلنا لختام حلقتنا اليوم مع الدكتور النائب الدكتور فيصل المسلم. تكلمنا عن كثير من الجوانب اللي تشهدها الساحة السياسية بالكويت من صراعات وتهديدات وواقع مرير قد يعيشه السلطتين في المستقبل القريب.
مشاهدينا الكرام، أنا سعود الحسيني التقيتكم في هذا اللقاء، نتمنى أن يكون أعجبكم إن شاء الله، وأنكم تسامحونا على التقصير إذا بدر منا أي تقصير، على أمل أن ألتقي بكم في حلقات أخرى ومقبلة. إلى ذلك الوقت كل الشكر لكم على حضوركم معنا، وإلى اللقاء.